في شارع طارق بن زياد في الحسيمة غير بعيد عن إحدى المخبزات، جلس عبد النبي على حافة واجهة محل تجاري كان لحظتها مغلقا. الساعة تقترب من الثانية بعد الزوال، والفصل فصل صيف. في مثل تلك الأوقات تتباطأ الحركة في شوارع الحسيمة بينما تكتظ الشواطئ بالمصطافين. خرج من المخبزة رجل يميل إلى بدانة لم تخفها عباءته المقلمة، يشيشيب رأسه ولحيته التي شذبت بعناية بأنه قد تخطى الستين. تقدم نحو عبد النبي ودون أن يحمل وجهه تعبيرا معينا أخرج من كيسه خبزة وناوله إياها. أراد عبد النبي الشاب ذو 23 ربيعا أن يقول شيئا، أن يفهم الرجل بأنه لم يجلس حيث جلس للتسول، ولكنه لسبب يجهله وجد نفسه يعبر له عن شكره. كان الرجل ذو العباءة المقلمة قد ابتعد عدة خطوات، ثم خلى الشارع إلا من سيارات تعبر على فترات متباعدة. نظر الشاب إلى الخبزة التي أعطاه الرجل، ولعله في قرارة نفسه تفاءل بما أعطي. تذكر الكبار في قريته هناك في أطراف ترودانت حيث يدعون لأحدهم بالرزق اليسير وهم يتحدثون عن الخبز، وقال لنفسه وهو يمنيها إنه ربما أوتي خبزته وإن أبواب الفرج على وشك أن تنفتح. نظر من جديد إلى الخبزة ومضى بها إلى فيه، قضم منها فارتسم على حاشيتها شكل فكه الأعلى، ثم تتالت القضمات. كان به بعض من جوع، فقد أمضى نصف يومه ذاك في شاطئ كيمادو. لم يكن يهوى السباحة، ولذلك ظل يتابع على جانب من الشط الصغير مجموعات من اليافعين والشبان وهم يتنافسون في القفز من صخرة هناك إلى الماء، حين يقفز أحدهم ويقع ببطنه وصدره على صفحة الماء يتعالى الضحك ويمتزج أحيانا بصفير. كان المشهد ممتعا، هي متعة تجددت لدى عبد النبي على مدى الأيام العشرة التي أمضاها حتى الآن في الحسيمة. لما نهض من مكانه كان قد التهم ثلثي خبزته، تلك التي أعطاها إياها الرجل ذو العباءة المقلمة. مشى متبعا شارع طارق بن زياد. منذ أن وصل الحسيمة وهو يبحث عن خاله اليزيد لم يجده في العنوان الذي سلمته إليه والدته. لما طرق ذاك المنزل الكائن في زنقة توريرت لم يجده هناك، بل إن الذي أطل عليه من باب المنزل أنكر أن يكون اليزيد أو راغي سكن يوما ما في ذلك المنزل. لم يصدق عبد النبي كل ما قاله الرجل الذي بدا في حالة تشنج لا تخفى. قد يكون سبب ذلك الوقت المبكر الذي طرق فيه عبد النبي بابه، كانت الساعة تقترب من 6:30 صباحا. يلتمس الشاب لنفسه عذرا في أنه لم يشك لحظة في أن اليزيد خاله يسكن هناك وأنه كان يتوقع أن يستقبله بالأحضان. لما أغلق الرجل الباب مضى عبد النبي في جولة عبر الشوارع المجاورة، ثم عاد إلى زنقة توريرت وقد صادفت عودته تلك فتح دكان بقالة أبوابه. لما وقف بالباب نظر إليه صاحب الدكان نظرة فيها تساؤل، كان وجها غريبا يؤكد ذلك حمله حقيبة من الحجم المتوسط علقها إلى كتفه. حسبه صاحب الدكان زبونه الأول وكان يتوقع أن يطلب منه بضاعة يشتريها، ولكن الشاب الواصل ذاك الصباح من سوس سأله عن اليزيد، قال إنه يسكن في ذلك المنزل وأشار إليه، ولكن البقال هو الآخر نفى أن يكون سكن في ذلك المنزل شخص بذلك الاسم. لعله لم يدرك في تلك اللحظة أن رحلته إلى الحسيمة قد أخذت منحا يختلف تمام الاختلاف عما كان قد رتبه في ذهنه. منذ تلك اللحظة، منذ 10 أيام، يبحث بلا توقف وبلا نتيجة عن خاله، عداه لا يعرف أحدا في الحسيمة. خلال تلك الأيام العشرة كان حين يحل المساء يمضي إلى الشاطئ في كارابونيتا يقضي الليل،
كذلك كان يوفر نفقات المبيت، ما كان معه من مال لم يكن ليكفيه. قرر عبد النبي أن يبحث عن خاله في المراكز المجاورة، أمهل نفسه يومين آخرين للبحث عنه في الحسيمة، حتى إذا أيقن أنه غير موجود غادر إلى إمزور. هو يعلم أن اليزيد خاله يعمل في أشغال البناء وأنه متخصص في تركيب الزليج. يظن الشاب أن التركيز على المقاهي قد يتيح له فرصا أكبر في اللقاء به. مساء ذلك اليوم 11 له في الحسيمة، وكان يوم اثنين، كان يطوف بالمقاهي يحدق في الوجوه، وكثيرا ما دحر لأنه لم يكن من المستهلكين، بل لعله عد من المتسولين. مرة بينما هو يدقق في الوجوه، نهض من عمق مقهى في شارع يوسف بن تاشفين شاب يبدو في مثل عمره، كان يوجه إليه كلاما بالريفية لم يفقهه كله، ولما تفطن الشاب المندفع نحوه إلى أنه لا يفهمه، انقلب يتحدث بدارجة تقريبية، يسأله بنبرة لا تنقصها الحدة عما يجعله يحدق فيه. كاد يمسك به وهو يكرر سؤاله ذاك، لولا أنه لوح بيده بما أفهمه بأنه لا يعنيه، وسريعا انصرف، وقد ظن أنه أفلت من مشادة قد لا تحمد عقباها. ولكنه لما انتقل إلى مقهى آخر في شارع عبد الكريم الخطابي، قبل أن يكمل جولته عبر الوجوه الجالسة هناك، باغته أحدهم بأن أمسك به من كتفه، أداره ثم مباشرة صفعه بقوة، كاد يفقد توازنه، أدركته يد الذي صفعه وأمسكت به بشدة. صار المشهد ضبابيا، يسمع جرسا في أذنه التي نالتها الصفعة، حقيبته التي يعلقها على كتفه تحول بينه والتفلت من ذاك الذي يمسك به. كان يدير وجهه صوب شخص آخر كان يقف خلفه، يتحادثان بالريفية لا يفقه ما يقولان. استجمع كل قوته وسأل الذي يمسك به عن سبب صفعه والإمساك به. حرك الرجل الذي يبدو على أبواب الكهولة رأسه بشكل دائري، بما يفهم منه أنه يعد البراءة التي طرح بها السؤال مراوغة ومناورة. يراه الآن بشكل أوضح، تعلو محياه صفرة كتلك التي تغشى الوجوه الغاضبة. رآه يبتلع ريقه بينما وقف كثيرون ممن كانوا جلوسا حول طاولات وسط المقهى، وجاء آخرون ممن كانوا حول الطاولات التي تحتل الرصيف، ثم سمعه يقول لأحدهم إنه هو الذي سرق حافظة أوراقه. كاد يخر أرضا وهو يسمع ذاك الاتهام الثقيل. تدارك نفسه إذ أحس بأن الأمر لن يبقى في حدود المقهى، وأنه ربما اقتيد إلى مركز الشرطة، لم يكن يرغب في ذلك. مرر كفه على خده، أحس بألم يشبه ذاك الذي يلي حرقا سطحيا بالماء المغلي. الآن صار يراه واضحا، أيقن أنه لا يعرفه ولم يسبق له أن صادفه في طريقه. نظر إليه في عينيه وسأل إن كان موقنا بأنه من سرق منه حافظة أوراقه. بلا تردد قال الرجل إنه موقن تماما أنه من فعل. استدار صوب أحدهم، سمعه يناديه خالي حمادي وقال له إن هذا، وأشار إليه بعدما نعته نعتا قبيحا، هو الذي سرق حافظة أوراقي يوم كنا في السوق. انتبه إلى أن الرجل الذي ناداه بالخال حمادي رجل يبدو عليه بعض الوقار، توجه إليه علّه يخلصه من هذا الذي يمسك به بحزم زائد. قال له وهو يقسم بالله العظيم إنه لم يسرق قط في حياته، وإنه ما جاء إلى الحسيمة إلا بحثا عن خال له. اقترب الخال حمادي منه، نظر إلى الذي يمسك به دون أن يقول شيئا وكأنه يستأذنه، ثم خاطب عبد النبي: تعلم أنك ستنتهي إلى السجن إن ثبت أنك من سرق حافظة أوراق هذا الرجل. كان رده الوحيد أن عاود القسم بالله العظيم أنه لم يسرق قط، وأن ما يدعيه هذا الرجل لا حجة له عليه. ثم وحتى يقنع أكثر بصدقه،
اقترح أن يتم تفتيشه وتفتيش حقيبته حتى يتأكد الجميع أنه لا يكذب. ضحك الذي يمسك به بسخرية وقال وهو ينظر في المتحلقين من حوله: هل تظنون أن سارقا يستطيع الاحتفاظ بخمسمائة درهم لأكثر من شهر؟ هل تظنون أنه سيحتفظ بالأوراق التي كانت في الحافظة؟ وهو يسمع أن الرجل فقد حافظة نقوده منذ أكثر من شهر، أيقن عبد النبي أنه شبه له. انتفض وهو يصرخ أنه ما وصل الحسيمة إلا منذ 11 يوما وأنه لم يسرق أبدا. قال ذاك الذي ينادونه خالي حمادي: وما حجتك على أنك ما وصلت إلا منذ 10 أيام أو 11 يوما؟ لازلت أحتفظ بتذكرة السفر من الدار البيضاء إلى الحسيمة، هل تريدون رؤيتها؟ لم ينتظر ردا، أرسله الذي يمسك به إذ صار محاطا بالفضوليين. فتح الجيب الخارجي لحقيبته التي يعلقها إلى كتفه وأخرج أوراقا في جملتها بطاقة تعريفه. بحث بين الأوراق واستلها، ناولها ذاك الذي يناديه الجميع خالي حمادي، ولأنه لا يحسن القراءة نادى على النادل الذي تقدم مسرعا. نظر في تلك التذكرة وقال إنها تعود إلى 12 يوما. عرض الشاب مرة أخرى حقيبته لتفتيشها، تولى الأمر ذاك الذي ينادونه خالي حمادي. كل من كانوا متحلقين حوله شاهدوا ما كان في تلك الحقيبة. في تلك الأثناء انضم إلى المتحلقين حول عبد النبي رجل لم يكن قصر قامته يسمح له أن يرى من يتوسط تلك الحلقة، ثم سمع أحدهم يقول إنه من سوس. شق لنفسه طريقا بين الأجساد المتزاحمة، وما أن تمكن من إبصار من في وسط الدائرة حتى صاح: عبد النبي. قال الخال حمادي: هل تعرفه؟ نعم، إنه ابن أختي. التفت الشاب فرأى خاله اليزيد الذي ظل يبحث عنه كل تلك الأيام، ارتمى في حضنه وبكى، ومن خلفهما سمعت أصوات تردد بأنه ابن أخت السوسي. في تلك الأثناء اختفى ذاك الذي صفعه واتهمه بالسرقة، ثم تفرق الآخرون ولم يبق سوى الخال حمادي. اكتشف عبد النبي أنهم أغلبهم يعرفون اليزيد معلم الزليج، وقد استغرب أنه لم يصادفه، ولكن استغرابه ذاك ما لبث أن امحى لما علم أن خاله انتقل إلى العمل في إمزور منذ نحو عام. انتبه عبد النبي متأخرا إلى أن العنوان الذي كان معه كان خاطئا. مساء ذلك اليوم وقد انتقل مع خاله إلى إمزور، قال له إنه كان بمقدوره أن يجنب نفسه كل ذاك العناء لو سأل في واحدة من تلك المقاهي عن اليزيد الزليجي. في حي مراكشي في ولاية سلامة بالجزائر، يعرف الأقدمون من السكان أن عبد القادر بن داودي المتقاعد من الجيش منذ مدة ليست بالقصيرة استحوذ على نصيب شقيقه خضير مما آل إليهما من إرث والدهما. كان الوريثين الوحيدين إذ توفيت والدتهما عدة سنوات قبل والدهما الذي كان من أوائل من سكنوا في مراكش. لم يجرؤ أحد على مساءلة عبد القادر، ولكنه كان كلما أتى على ذكر الإرث دفع بأن شقيقه الذي يصغره ب5 سنين غير مؤهل لتسلم نصيبه والتصرف فيه. يعلم الأقدمون من السكان أن خضير كان أبكم ولم يكن به صمم، يقال إنه فقد القدرة على الكلام بسبب الصدمة التي أحدثتها في نفسه الوفاة المفاجئة لوالدته، كان وقتها في 10 أو 11. حاول والده أن يجد له علاجا، أعياه التنقل إلى العاصمة، بل إنه سافر به مرات إلى تونس، ولما يئس من علاجه جعله يكبر في ظله وفي عباءته. كان الولد المدلل، ولم يكن ذلك ليرضي شقيقه الأكبر الذي اضطر لما بلغ 18 إلى الالتحاق بصفوف الجيش. لقد أبعدته الخدمة العسكرية عن ولاد سلامة، ثم إنه تنقل بين عدة ولايات واستقر فترة بتيارت، وتعرف هناك على شابة تدعى فضيلة ملكت قلبه
وما لبث أن اختارها زوجة له. يوم توجه والده لخطبتها رافقه خضير، كان الفتى يبدي فرحا لفرح شقيقه الأكبر. 5 سنوات بعد ذلك توفي والدهما، كان في 72. كذلك يردد عبد القادر كلما جاء على ذكره. وقد ظل خضير يعيش وحيدا في منزل العائلة، استمر على ذلك الحال 3 أعوام. وقد فرح لانتقال شقيقه إلى العاصمة، لقد صار بإمكانه أن يأتي إلى أولاد سلامة كل أسبوع، كما أن الحياة عادت لتدب في منزل عائلة بن داودي كما كانت تدب فيها لما كان هو وشقيقه صغارا وكانت أمهما على قيد الحياة. فقد أسكن عبد القادر زوجته وأطفاله 4 في الجناح الذي كان لأبويهما، وكان الرجل يسعد باصطحاب الأطفال إلى المدرسة وانتظارهم حين يغادرونها، يتواصل معهم بالإشارات، وقد تعودوا على مزج كلماتهم بالإشارات أيضا، يحكون له عن المدرسة التي لم يلجها قط، ويقرؤون له ما يحفظونه من أناشيد، وكثيرا ما كانوا يجعلونه يشاركهم في ألعابهم في الساحة الخلفية للدار. وصارت زوجة أخيه فضيلة تعده واحدا منهم، بل إنها حين كانت تعلو أصواتهم وهم يمرحون أو يتخاصمون كانت تأتي إليه لتزجره نيابة عنهم، يسمعها تقول له إنه من يحرضهم على الصياح وإحداث الصخب والضجيج، ولكنه لا يقوى على الرد، ولم يكن يثنيها على مواصلة التأنيب واللوم أن يرسم بيديه معا تلك الإشارات التي يريد منها إلى أنه لا يحرض الصغار، تتركه يرسم إشاراته تلك تدير ظهرها وتمضي. فكر خضير في الزواج، كان يقول لنفسه حين يخلو إليها: أليس هو الآخر رجلا كشقيقه الأكبر؟ أليس من حقه أن يتزوج وينجب أولادا وبنات يفرح بهم ويشاركهم صخبهم دون أن يجرؤ أحد على زجره أو توبيخه؟ يعلم أنه يحق له كل ذلك. ثم وكأنه يتذكر بعد نسيان، يحدث نفسه بأن تلك التي سيختارها حليلة له ينبغي أن تقبل بزوج لا يقدر على النطق. قد يكون يومها قرر أن يبحث عن تلك التي سترضاه حليلا. يعلم خضير أنه لن يستطيع المضي فيما قرره دون استشارة بل إذن من شقيقه الأكبر عبد القادر الذي حصل قبل 4 أشهر على التقاعد. سمعه مرة يتحدث إلى زوجته عن مشروع تجاري يرغب في إقامته في العاصمة. سمعه يفضي إليها ذات مساء بأنه يفكر في بيع منزل وشراء منزل في الجزائر يكون في طابقه الأرضي محل تجاري. لم يسمعه قط يتحدث عن مآله هو. وقد آلمه ألا يكون في حسابات شقيقه أكثر من متاع ينقله إلى حيث يشاء أو يتخلص منه متى أراد ذلك. في كل الأحوال لا شيء سيستقيم دون إذن من عبد القادر. ولما أيقن أن الزواج سيكون له حلا وسترا فيما يقبل من العمر، انتظره عند الباب ذات مساء، وما أن عاد حتى طلب منه إشارة أن يحدثه في أمر هام. ظل عبد القادر واقفا لعدة ثوان قبل أن يبدي له استعداده لذلك. ذهب إلى الغرفة المخصصة لاستقبال الضيوف، في جدارها المقابل للباب صورة لوالديهما بلا ألوان، كان لما التقطت لهما تلك الصورة شابين. جلس عبد القادر أسفل تلك الصورة تماما وكأنه يريد أن ينقل إلى أخيه رسالة مؤداها أنه من ينوب عنهما في كل شيء. جلس خضير في مكان مقابل له، تردد قليلا، نظرته كانت تشي بأنه يريد أن يطرح أمرا جللا، ثم بدأت يداه تتكلمان. يفهم عبد القادر كل إشاراته وتلميحاته وما تعبر عنه نظراته. لم يكن يحتاج إلى خبير ليدرك أن شقيقه الذي يبلغ من العمر الآن 43 عاما يريد أن يتزوج. لعدة دقائق بعد أن أدرك منه قصده ظل عبد القادر مندهشا وقد فغر فاه، ولما تكلم قال بنبرة فيها الكثير من البرود: سأفكر في الأمر.
ثم انصرف وأغلقت غرفة الضيوف. لا يشك خضير لحظة في أن عبد القادر شقيقه سيعجل بإشراك زوجته في الأمر، ولا يشك لحظة في أن كل قرار سيتخذ في شأن زواجه سيكون قرارا لفضيلة. لقد أدرك منذ فترة أنها استطاعت أن تستحوذ على كل شيء. انتظر صاحبنا عدة أسابيع، ولما لاحظ أن شقيقه ذاك الذي نصب نفسه خليفة لوالده لا يحدث له ذكرا عن الموضوع الذي فاتحه فيه، قرر أن يسأله من جديد. لم يذهب إلى غرفة الضيوف، سأله وهو يغادر المنزل، رد عليه بأنه أوكل إلى فضيلة مهمة البحث عن العروس. هم بضحكة ولكنه كتمها، إذ كان خضير قد صرف وجهه عنه. ذهب إلى غرفته وأغلق الباب. صبح اليوم التالي لم يستيقظ كما يفعل عادة ليرافق الصغار إلى المدرسة، وتناهى إلى سمعه صوت فضيلة وهي تنهرهم وتقول لهم: تعلموا أن تذهبوا بمفردكم، فقد صارت لخضير مشاريع أخرى. يومها أضرب عن الطعام ورفض أن يفتح الباب لما جاءه عبد القادر عشاء. حين كان يرافق أبناء أخيه إلى المدرسة كان يلتقي كل يوم بامرأة شابة، كان يسمع بعضا من معارفها ينادونها رحيمة، وقد ظن أنها مطلقة أو أرملة تتولى أمر ابن وحيد لها. لم ير معها يوما ولدا آخر أو بنتا، فكر في اللقاء بها ومحاولة إبلاغها ما يريد. فرصته الوحيدة للقاء بها مواعيد المدرسة، فإن أخلفها فقد لا يراها. لكم أن تتصوروا شخصا في مثل حالة خضير وهو يهم بالتعبير لامرأة لا علاقة له بها عن رغبته في الزواج منها. في الغد غادر غرفته، أدركه الصبية غير بعيد عن المنزل، وقد تظاهر بأنه يرافقهم كما عودهم، ثم وهو يودعهم في باب المدرسة رآها. كانت في حديث مع امرأتين، وقف بعيدا يراقبها. لما ودعتهما تحرك من مكانه، يعلم أنها تسلك نصف الطريق الذي يسلكه هو. حين اقتربت ابتسم في وجهها وكان يفعل فيما مضى، ردت هي الأخرى بابتسامة، ثم بإشارة من يده أفهمها أنه يريد أن يبلغها شيئا توقفت، وقد فهمت منه أنه يريد أن يعرف إن كانت متزوجة. أفهمته بأن زوجها توفي قبل مدة، إذاك أوحى لها بأنه يريدها زوجة، وقد رأى وجنتيها تحمران خجلا. قالت له إنها ستبلغه ردها بعد أن تفكر في الأمر. كانت المرة الأولى التي يجرؤ فيها خضير على الحديث إلى امرأة، وقد ظن أنه تخطى جدار الخجل العالي الذي كان يحبسه عن التعبير. منذ أن توفي والده لم تكن له من فسحة للتعبير عن أحاسيسه إلا حين كان يلعب مع أبناء أخيه. كان عبد القادر مولعا بالصيد، وقد ازداد ولعه بقنص الوحيش منذ أن غادر صفوف الجيش. لما فتح موسم القنص على غير عادة منه دعاه إلى الذهاب معه في رحلة صيد مع صيادين آخرين من ولاد سلامة، ولكن أيضا من العاصمة وجهات أخرى. صباح ذاك الخميس خرج معه قبل الفجر، كان الموعد حيث تنتهي الطريق التي تخترق حي مراكشي. فوجئ خضير بتلك السيارات رباعية الدفع التي كانت تنتظر. يرتدي الصيادون لباسا يشبه لباس العسكر. كان مكانا مظلما يملأه نباح الكلاب الآتي من مقطورات صغيرة. من أفواه الصيادين يخرج بخار وكأنهم يدخنون. لما اكتمل الجمع تحركت القافلة، ولما وصلوا إلى أطراف دوار جرسيف تفرق الصيادون. كان على خضير أن يلازم أخاه يحمل له الطعام والماء. من بعيد بدأت تسمع الطلقات ونباح الكلاب الذي يعلو أكثر كلما أحيط بطريدة. رأى خضير خنزيرا بريا، وقبل أن ينذر عبد القادر رآه يسرع الخطوة وراءه، تبعه، رآه يطلق النار ثم يلتفت إليه. ظنه سيقول له شيئا أو أن يطلب منه ماء أو طعاما. انتبه إلى أنهما في مكان معزول.
الصيادون بعيدون هناك. اقترب منها، أخرج خرطوشة ووضعها في بندقيته. نظر في عينيه، كانت مخيفة نظراته، حتى إنه تساءل إن كان سيحسبه طريدة ويطلق عليه النار. يبدو أن الخنزير البري أفلت من طلقته. اقترب منه أكثر، قال له بلا مقدمات أخرى غير نظرته تلك المتقدة شرا: هكذا قررت الزواج، وصارت لديك الجرأة على أن تخطب لنفسك أيها، وأتبع ما قاله كلمة نابية لم يسمعها منه قط. كان مذهولا يترقب ما سيفعله، بندقيته في يده وقد جعلها في وضع إطلاق النار. عاد ليتكلم بعصبية شديدة: تريد أن تأتي بمن يشاركنا متاعنا؟ سأقتلك، ولن يشك أحد في أنك كنت ضحية حادثة. أطلق ضحكة فيها من الخبث الكثير، بينما وضع خدير كفيه على رأسه اتقاء الرصاصة التي يبدو أن عبد القادر مطلقها لا محالة، ثم أطلقها. في تلك اللحظة انحنى خدير، يبدو أنه كان يريد إصابته في الرأس، وقع على الأرض، ثم سمعه يقول: يجب أن تموت، لن تعود حيا إلى البيت، لقد انتهيت وانتهت حياتك. أحس خدير بقوة لم يعهدها من قبل تكتسح جسمه، انتفض ونهض من مكانه بقوة الحصان الجامح، وصرخ في وجه عبد القادر: لا! لم يقل غيرها، كانت صرخة كافية لتسقط البندقية من يده. لم يسمعه قط ينطق منذ أن ماتت والدتهما. نظر إليه ثم جرى هاربا، تاه وسط الغطاء النباتي. كان يريد الابتعاد عن الصيادين وأن لا يكون في مرمى نيران أخيه. بعد 3 أيام وقد حسبه عبد القادر ضاع في الخلاء، عاد إلى البيت، أغلق عليه غرفته، لم يبرحها إلا صباحا. صادف فضيلة التي بادرته بأنها وجدت له عروسا. صمتت قليلا وقالت ولكنها عمياء، ابتسامتها التي تلت كان فيها الكثير من اللؤم، ولكنه صدمها إذ نطق، قال لها إنه وجد عروسا لنفسه وسيخطبها قريبا. يبدو أن عبد القادر لم يكن قد استوعب بعد أن خدير لم يعد أبكم. لما علم أيقن أن زمنا جديدا قد بدأ. خطب خدير لنفسه رحيمة، ثم خير أخاه بين الدخول في معركة قضائية أو أن يسلمه طوعا نصيبه من الإرث. تحاشى العسكري المتقاعد المواجهة القضائية، واتفق على إقامة سور يقسم المنزل جزئين. عاد إلى خدير الجزء الذي به غرفة الضيوف. كل مساء في غفلة من زوجته وربيبه كان يمضي لحظات يخاطب فيها صورة والديه، وقد حكى لهما فيما حكى رحلة الصيد إلى دوار جرسيف. كثيرا ما كانت تشاهد تلك السيارة التي صبغت بلون الكرز مستوقفة بشارع الفقيه بالحسين في وجدة. يكاد المجاورون للشارع مع مرور الوقت يحفظون مواعيد ظهورها نهاية كل أسبوع من كل شهر. لم تكن سيارة عادية، ولذلك فإن الاهتمام بها وما تثيره من فضول لم يكن عاديا. عصر كل جمعة من كل أسبوع تأتي السيارة التي صبغت بلون الكرز لتتوقف في المكان نفسه. ينزل منها رجل 50 يرتدي لباسا مغربيا تقليديا، ينزل من صندوق الأمتعة قفتين بهما مشتريات مختلفة، يمضي بخطى تتثاقل إلى منزل في عمق زقاق ضيق يتفرع عن شارع الفقيه بالحسين. كان منزلا من طابق أرضي تسكنه امرأة اسمها أم هانئ مع طفلة وحيدة اسمها زهرة. نحن في مستهل 70 القرن 20. سكنت المرأة ذاك المنزل منذ سنوات معدودات، قبل 5 أو 6 سنوات. كان تردد الرجل على منزلها نهاية كل أسبوع يجعل الجيران ينظرون إليها بعين الريبة.
لم يغير نظرتهم تلك أنها أبلغت من تتعامل معهن من جاراتها ولم تكن كثيرات أن الرجل إنما هو عم لابنتها زهرة يأتي للإطمئنان عليها. كانت البنت الوحيدة لوالدها الذي توفي بعيد ولادتها. لما صارت في 8 أو 10 لم تكن الطفلة تستوعب نظرات البعض إليها، ولم تكن تستطيع فهم أن تمنع جارات بناتهن ممن هن في مثل عمرها من اللعب معها كما تلعبن مع طفلات أخريات. ولقد سألت أمها مرة عن ذلك ولم تلق منها ردا إلا دمعات تسللت من جفنيها. سألتها: لم تبكين يا أمي؟ ابتسمت لها وأمسكت عن كل جواب. ثم ذات مرة قالت لها إن الرجل الذي يأتي لزيارتهما كل أسبوع ويأتي إليهما بما تحتاجان إليه من أكل ومال لشراء الملابس وأشياء أخرى إنما هو عمها شقيق والدها. كانت تسمع أمها تناديه بعيدا عن كل تكلف بالحسين. تنام زهرة ويواصل العم الحسين وأمها سمرهما إلى ساعة لا تدريها. ثم لما بلغت 12 و13 صارت تعي كل شيء. تباعدت زيارات العم الحسين، ثم إنه لم يعد يمضي الليل في منزلهما إلا نادرا، تقدم به العمر يشارف 70. ثم ذات مرة بينما عادت من دار المعلمة حيث كانت تتعلم الخياطة والطرز، أبلغتها أمها بأن العم الحسين نقل على عجل إلى المستشفى. بعد أيام معدودات علم أنه فارق الحياة. منذ إذ لم تعد تشاهد تلك السيارة التي صبغت بلون الكرز في شارع الفقيه بالحسين. منذ ذلك الحين صارت أم هانئ والدة زهرة تشاهد وهي تغادر المنزل كل صباح. همست نسوة بعضهن لبعض بأن أم هانئ صارت تعمل في البيوت، وقد تناهى إلى سمعها ما قلناه. لم ترد، قالت للتي نقلت إليها ما قيل إنما يهمها أن تكسب قوت يومها وابنتها. ثم طوي الموضوع ولم يعد خروجها باكرا ولا عودتها في المساء يثير الفضول. لما صارت تدرك علمت أن الفتيات ممن هن في مثل عمرها دخلن المدرسة، ومنهن من تواصلن دراستهن في الثانويات. تتساءل عما حال بينها والمدرسة، ولكنها لم تجد جوابا شافيا. كانت والدتها تحاول أن تقنعها بأن البنات لسن بحاجة إلى التعليم، وأن الأجدر بهن أن تتعلمن الطبخ والخياطة والطرز. وكذلك تعلمت زهرة الطبخ والخياطة وحاولت أن تكتفي بما أتيح لها. لما بلغت 17، نحن الآن في النصف الأخير من 80، كانت تبدو من بين أجمل فتيات الحي. فقيرة كانت، السيارة ذات لون الكرز والعم الحسين، كل ذلك ذكريات بعيدة. تعود أمها أم هانئ من حين إلى حين لتحكي لها منها ما تعدها شذرات حياتها. كانت الفتاة قد لاحظت منذ بضع سنين أن والدتها كانت تغادر البيت في بعض الأيام وفي يدها ملفات بها أوراق إدارية لم تكن لتدرك مضامينها. سألتها مرة فقالت إنها أوراق تتعلق بالبيت. لم تضف شيئا، ولم ترغب زهرة في النبش أعمق في ذلك الموضوع. ترى الغيداء التي كانت أن الأهم أن يطرق بابها فارس الأحلام، وكانت تراه في ابن الجيران مصطفى الشاب المتعلم الأنيق. لعلها لم تكن الوحيدة التي حلمت به، ولعله غافل عنها بينما آخرون لا تعيرهم اهتماما جنوا بها. ظلت أم هانئ تتكتم على ما تبغيه من وراء حملها تلك الملفات. لا أحد يعلم وجهتها حين تحمل تلك الأوراق. في العام 94 900 و1000 كانت زهرة قد تخطت 22 دون أن يأتي فارس الأحلام الذي انتظرته، وقد تكون ظنت أن قطار الحظ قد مر بها دون أن يتوقف. كذلك ظنت وقد تكون بكت حظها ذاك يوم علمت أن مصطفى تزوج أخرى. تذكر أن أمها عادت إلى البيت ذات مساء من صيف ذاك العام 94 900 و1000
وقد حملت في علبة من ورق مقوى بيضاء 4 قطع من الحلوى شهية لم تدخل مثلها منزلهما منذ سنوات خلت، منذ أن حملها إليهما العم الحسين. رأت أم هانئ في عيني زهرة تساؤلات، ولكنها فضلت أن تتغاضاها وطلبت منها أن تعد شايا. امتثلت الشابة بينما مضت الأم إلى غرفتها تودع الدولاب ملفا بدا ثقيلا. أحضرت زهرة الشاي وجلست إلى جانب والدتها يتملكها الفضول. قالت لها: لم نشتري مثل هذه الحلوى منذ زمن بعيد. قالتها وهي تنظر إلى الحلويات 4 التي صفتها على صحن من زجاج. صبت أم هانئ الشاي، ردت على ابنتها بأنها أنهت ذاك المساء معركة استمرت سنوات خاضتها بمفردها. في كلامها ما أجج أكثر فضول زهرة. نعم، استطردت الأم، هي معركة لم تكن سهلة، ولكن الله كلل كل جهدي بالنجاح. اليوم يا ابنتي، وإن جاء ذلك متأخرا، صار يحق لك أن تفخري بأمك وبأبيك ونسبك. شدهت زهرة: عما تتحدثين يا أمي؟ عنك، هل لي غيرك يا ابنتي؟ اندفعت نحوها وألقت بنفسها في حضنها، ضمتها بقوة، ثم أرسلتها ونظرت في عينيها تبكيان في صمت، ثم عادت وألقت بنفسها في حضن أمها، أرسلتها واستلت منديلا من ثوب تعلقه بحزامها، مسحت دمعاتها وقالت لها: أنصتي جيدا، ما سأقوله لك اليوم هام للغاية. اليوم كسبت معركة حياتي، اليوم تسلمت نسخة الحكم التي تثبت أنك زهرة بنت الحسين الهادر. الحسين الهادر، الرجل الثري الذي يحكون عنه الكثير؟ نعم، إنه هو ذاك الرجل الذي كان يأتي عندنا لما كنت صغيرة. أذكره عم حسين، قلت لك إنه عمك حتى نتجنب كلام الناس. مع ذلك فإن كثيرين منهم تكلموا وقالوا ما لا يستند إلى أي أساس. انخرطت زهرة في بكاء لم تقوى على مقاومته. وهي تبكي سألت أمها عن السر وراء الزعم بأنه لم يكن والدها. سكتت أم هانئ حتى خالت زهرة أنها لن تتكلم بعد، ثم استأنفت: أحبني وأحببته، كان متزوجا من امرأة لم تنجب، فاضطر إلى الزواج مني في السر، وقد أشهد على زواجنا رجلين من أصدقائه، كان يحلم بخلف يرثه ويحمل اسمه. أنت ابنته الوحيدة. لما توفي ذهبت إلى زوجته الأولى، هي الآن امرأة مسنة، وأخبرتها بقصة زواجنا في السر. كان طبيعيا ألا تصدق، وقد تجرعت ما كالتني من شتم وعدت إلى بيتنا. آثرت أن تكون المعركة التي قررت أن أخوضها معركتي أنا ومعركته هو من أجلك أنت. لقد بحثت عن صديقيه اللذين أشهدهما على زواجنا، واحد منهما فقط لا زال على قيد الحياة. صمتت من جديد، ابتلعت ريقها، ثم استأنفت الحديث بينما كانت زهرة تنظر إليها. لم تغير وضعها منذ أن بدأت أمها الحديث عن هذا السر الكبير في حياتهما. كان رجلا شهما لم يكتم الشهادة، وقد علمت منه أن أباك الحاج يوسف أبلغه أيضا بولادتك. ساعدني الرجل على إتمام إجراءات إثبات علاقة زواجنا وأبوته لك، ثم اكتشفت أنه ترك وصية فيها كل تلك الحقائق. اليوم وقبل أن أعود إلى البيت زرت تلك التي كانت ضرتي، وجدتها قد أيقنت أن كل ما قلته حقيقة تثبتها أدلة. سآخذك معي لزيارتها في الغد. أضافت أنها اتفقت مع زوجة أبيها على القيام بقسمة ما تركه الحاج الحسين الذي لم يكن له شقيق ولا ولد آخر. كان يوما انقلبت فيه حياة زهرة رأسا على عقب. اكتشفت أنها انتقلت من فقر وحرمان إلى غنى يوم زارت رفقة أمها زوجة أبيها، وما أن رأتها المرأة حتى خطبتها لابن شقيقها. كان شابا مهذبا يعمل في التعليم، وقد ساعدها على التعلم، وفي فترة لم تكن طويلة صارت تقدر على القراءة. أنجبت زهرة 3 أطفال،
حكت لهم حكايتها الكاملة. قبل بضعة أشهر اكتشف المهدي بوعلام الذي يسكن في طريق سيدي بوقنادل في وجدة كتابات على جدار منزله، استطاع أن يقرأ منها أحبك ملكة. كانت كلمات خطت بقطعة فحم استنفرت كل اهتمام المهدي الذي له بنت اسمها ملكة، وقد قرر أن يعالج الموضوع بطريقته الخاصة. أحضر بعض الجير وأعاد صباغة جزء هام من الجدار، وما فتئت أن اختفت تلك الخربشة. حسب المهدي الذي يعمل في البلدية أن الأمر قد انتهى وأنه كفي شر إحداث ضجة في البيت لا حاجة إليها، فقد يكون أحد المجانين كتب ما كتب ليثير انتباه مليكة ليستدرجها إلى علاقة ما. ومع ذلك فإنه لم يخفف حالة الاستنفار. بعد أسبوعين بينما كان يهم بدخول منزله فوجئ بكتابة جديدة على الحائط، هي العبارة ذاتها أحبك مليكة. لم يعد يخامره شك الآن، الذي كتب تلك الكلمات مصر على الوصول إلى مليكة. كانت الفتاة ذات 15 ربيعا قد انقطعت عن الدراسة منذ عامين، وصارت تتردد على دار المعلمة التي لا تبعد كثيرا عن منزل عائلتها، تريد إتقان صنعة الطرز والخياطة. كل حصص التعلم مبرمجة لما بعيد الظهر. تعود مليكة إلى البيت قبيل المغرب. لم تكن الوحيدة، كانت واحدة من فتيات كثيرات تختلفن إلى دار المعلمة. كتم المهدي الموضوع ومرة أخرى أحضر بعض الجير وأعاد صباغة الجدار، ولم تعد ترى تلك الكتابة. قرر الرجل أن يراقب ابنته منذ أن تخرج من المنزل إلى أن تصل إلى دار المعلمة، وأن يتبع خطاها وهي عائدة. وحتى لا يثير الانتباه طلب رخصة للغياب عن العمل لمدة 3 أيام. كان يخرج في نفس مواعيد عمله، ما يهمه هو وقت ما بعد الظهر. يخرج ثم يكمل على بعد بضع عشرات الأمتار. في اليوم الأول رأى مليكة تغادر وهي تحمل في يدها الحقيبة التي تضع فيها معدات تعلم الخياطة والطرز. لم يعاكسها أحد ولا التقت أحدا إلى أن دخلت دار المعلمة. يعلم المهدي أنها ستعود قبيل المغرب، وقد حرص على أن يكون في مكان يتيح له متابعتها. عادت مليكة إلى البيت دون أن يعترض سبيلها أحد أو يكلمها أحد. خلال الأيام الثلاثة لم يتمكن المهدي من رصد ما يثير الشك في تصرفات ابنته أو ما يوصله إلى الشخص الذي كتب مرتين على جدار منزله. استأنف عمله وقد أقنع نفسه بأن تلك الكتابة من فعل مراهق أو مختل. مرت عدة أيام دون أن يلحظ أي كتابة جديدة على الجدار، فاقتنع أكثر بأن الأمر قد انتهى. في نفس شارع سيدي بوقنادل، في بقعة أرضية لم يقم بها أي بناء، اعتادت مجموعة من الشبان اللقاء لعدة ساعات، خاصة في مساءات الصيف. يتعاطون لعبة الورق ويشربون السجائر وأحيانا لفافات بها حشيش. وجودهم هناك لم يكن يثير القلق، وإن كان السكان من المجاورين لذلك المكان يشكون أحيانا من الضجيج الذي يحدثونه وهم يتجادلون. لا أحد يهمه فيما يخوضون. لم يمض تفكير المهدي إلى تلك المجموعة، ولم يكن لديه دافع يجعله يشك في أن أحد أفرادها هو صاحب تلك الكتابة بالفحم على جدار منزله، بل إنه يشك في أن يكون أي منهم يعرف الكتابة، يعلم أنه يبالغ فيما يعتقده. بعد نحو 10 أيام بينما هو يغادر بيته صباحا، وجد ورقة على عتبة الباب. كانت ورقة اقتلعت من دفتر مدرسي، بخط كبير كتب عليها أحبك مليكة. أسفل العبارة كتب فيما يشبه التوقيع يونس. أخذ المهدي الورقة ووضعها في جيبه. سيكون لديه متسع من الوقت خلال النهار ليتأملها مليا. لاحظ الرجل أن الخط يشبه تماما الخط الذي كتبت به تلك الخربشات على الجدار. توقف نظره عند التوقيع يونس.
لم يكن يعلم أحدا يحمل اسم يونس من بين أبناء الجيران، وإلى أن يثبت لديه العكس سيظل مقتنعا بأن الذي يحوم حول الحمى يأتي من مكان قصي. مساء ذلك اليوم سأل زوجته إن كانت تعلم بين أبناء الجيران من اسمه يونس، ردت بالنفي وبادرت إلى سؤاله عن السبب الذي يدفعه إلى البحث عما إذا كان بين أبناء الجيران أحد اسمه يونس. أخرج تلك الورقة من جيبه وفتحها، ابتسمت، قال لها إن شخصا ما يحاول الوصول إلى مليكة، وللمرة الأولى ذكر لها ما اكتشفه من كتابة على جدار المنزل. في أسرة محافظة كأسرة المهدي بوعلام لن يقدر الأب على سؤال ابنته في أمور تتعلق بالحب وعلاقات الفتيات بالفتيان أو ما شابه ذلك، وطبيعي أن تؤول تلك المهمة الصعبة والمحرجة في آن إلى الأم. وعادته بأنها ستستكشف ما لدى مليكة وستبلغه بما ستصل إليه. كان على المرأة أن تتوخى الكثير من الحذر وهي تصبر أغوار قلب ابنتها. بعد يومين أبلغت زوجها بأن مليكة لا تقيم علاقة حب مع أي كان. كان في كلامها ما يطمئن، ومع ذلك فإنه قرر أن يواصل تحرياته وبوسائله الخاصة ليصل إلى هذا الذي أقض مضجعه طوال الفترة الأخيرة. لم يكن لديه شك في أن الذي كتب تلك الكتابات على الجدار والذي بعث بتلك الورقة شخص واحد، وأن اسمه يونس. كان من بين معارف المهدي بوعلام وأصدقائه المقربين مقدم الحي. يعلم المهدي أن الرجل يحيط بكل ما يدور في الحي الذي يدخل ضمن مجاله، ولذلك قرر أن يعرض عليه الموضوع. كان لقاؤهما في مقهى في شارع بورشيد. بدأ المهدي حديثه مقدما للموضوع الذي يؤرقه، بينما امتدت يد المقدم إلى براد الشاي رفعه فوق كأس، ثم تدفق الشاي ذهبي اللون محدثا صوتا محببا لدى كثيرين. قال المهدي إنه اضطر مرتين إلى صباغة جزء من جدار منزله لأن شخصا ما كتب عليه بقطعة فحم مليكة أحبك. كان المقدم يرشف رشفته الأولى من كأس الشاي لما أردف المهدي أنه في المرة الثالثة وجد على عتبة منزله ورقة فيها العبارة نفسها، وأنها حملت توقيع من سمى نفسه يونس. كان المقدم ينصت إليه ببعض الانتباه وقد صار يبتسم، بينما كانت عيناه تجولان في محيط المقهى. لما أحس بصديقه المهدي وقد كف عن الكلام التفت إليه وبنبرة لم تخل من استغراب سأله، أهذا الذي يقلقك؟ لا أظن الذي فعل ما قلت إلا مجنونا أو مراهقا لم يبلغ الحلم بعد. لم يكن كلام المقدم ليقنع المهدي الذي رد بأن الفاعل قد يكون يضمر شرا بابنته أو بكل عائلة بوعلام. ضحك المقدم ولما رأى صاحبه جادا فيما يقول تراجع عن كلام كان سينطقه، ووعده بأنه سيبحث عن هذا الذي يسمي نفسه يونس. إذ ذاك فقط تناول المهدي براد الشاي وملأ كأسه. بعد ذاك اللقاء نشأ لدى المهدي إحساس بأن الذي كان السبب في انشغاله ذاك سيقع قريبا. كان مؤمنا بذلك كل الإيمان، ولكن رد المقدم أبطأ عليه، يعلم أن للرجل اهتمامات أخرى. وذات ليلة بعيد منتصف الليل وقد نام كل من في البيت، استيقظ المهدي على وقع طرق عنيف في باب منزله. كان يرافق الطرق صراخ وصياح، لم يكن يستطيع أن يتبين ما الذي يقوله ذاك الذي يصرخ. أطل من نافذة غرفة نومه في الطابق الأول، ظهر له شاب يرتدي سروالا قصيرا وصدره عار، بدا له في حالة هيجان. الآن يسمع ما يقوله، ينادي على مليكة. كان وهو يلتقط أنفاسه يهدد بأن يقتل نفسه إذا ما رفضت الخروج للقائه. لمح في يده سكينا لا يكف عن الصياح، أصوات نوافذ تفتح في المنازل المجاورة. لم يسبق له أن رأى ذاك الوجه. استيقظ الجميع في منزل المهدي. توجهت مليكة إلى نافذة تريد أن تطل، لكن أمها أعادتها. كان صراخ ذلك الشاب عاري الصدر يتواصل،
يردد الكلمات نفسها دون ما توقف ولا فتور. على بعد خطوات رأى المهدي ثلاثة شخوص لم يتعرف إليهم. على مدى أكثر من نصف ساعة ظل ذلك الشخص يصرخ، ولما أنهكه الصياح اقتعد الأرض. ظل المهدي في نافذته، ثم رأى سيارة للقوات المساعدة تتوقف في الجانب المقابل من الطريق. لم ينزل منها أحد، وفجأة ظهر رجلان من القوات المساعدة وانقض على ذلك الشاب. لم يدع له فرصة لاستعمال السكين الذي كان في يده. لحظتها فقط نزل المهدي ولحق بهم إلى السيارة. صبح اليوم التالي في مقر المقاطعة سيعلم المهدي أن ذلك الشاب يدعى يونس بن حميدو، ويعرف أكثر بلقب الوهراني. كان أكثر هدوءا، أفضى حين الاستماع إليه بأنه أغرم بمليكة وأنها لم تنتبه إليه. اعترف بأنه من كتب على الجدار ومن وضع تلك الورقة على عتبة الباب. لم يكن في كلامه ما يوحي بأنه سوي، ولم يكن فيما أدلى به ما يقنع. في مقر مفوضية الشرطة اتضح أن الشاب الذي يبلغ من العمر 20 عاما من بين أفراد تلك المجموعة التي تلتقي كل يوم في تلك البقعة الأرضية الفارغة في شارع سيدي بقنادل، وأنه كان قد راهن بعضا من أفراد المجموعة على استقطاب مليكة. كان يراها وهي تمضي كل يوم إلى دار المعلمة. كان من شروط الرهان ألا يلجأ إلى استعمال العنف ضدها. يوم أدرك أنه خسر الرهان أفرط في تناول المخدرات والكحول، وجاء يريدها أن تخرج إليه. كان يظن أنه الأكثر وسامة بين أفراد تلك المجموعة، وأنه يستطيع أن يوقع في حبه كل فتاة يريدها. توصل المحققون إلى أن المدعو بالوهراني كان واحدا من مروجي الأقراص المهلوسة في محيط طريق سيدي بقنادل. من التلة التي تخفي وراءها البيوت القصيرة لقرية مسيمر تمكنت الصبيتان من رؤية شخص ما يقبل. كان على بعد بضع مئات من الأمتار. لم تستطيع أن تتبين ما إذا كان القادم رجلا من القرية أم غريبا يعبر من هناك. الشمس تميل إلى المغيب، وأشعتها تجعل أكثر صعوبة تبين ملامح القادم. التفتت إحداهما إلى غنيمات ترعيانها، لاحظت أنها ابتعدت قليلا فأصدرت صفيرا تعرفه، ولكنها لم تكترث له. قامت من مكانها وأمسكت بحجر بقدر كفها ورمته صوبها. لم تكن تريد إصابة أي منها، ولكن لفت انتباهها عادت الغنيمات أدراجها. كان ذلك المقبل نحو القرية قد اقترب يحمل حقيبة ظهر. مر غير بعيد منهما، نظر جهتهما دون أن يتوقف. شعره الأشقر يوحي بأنه غريب. لم يكن في ذلك ما يثير استغراب الصبيتين، فقد اعتاد أهل قريتهما أن يروا سياحا أجانب يعبرون من هناك، ولكن الذي لم يكن مألوفا أن يعبروا من هناك راجلين. واصل الرجل طريقه وقادت الفتاتان أغنامهما وأخذتا طريق القرية. أدركتاه عند الدكان الوحيد الذي يوجد في مدخلها. البقال واسمه سعيد رجل على مشارف 50، ولم يعرف عنه غير أنه يتعاطى تجارة الأساسي مما يحتاج إليه الناس في تلك القرية، وخاصة قارورات الغاز التي يستعملونها في الإنارة والطبخ أيضا حين لا يكون متاحا الحصول على أخشاب. كثيرا ما توقفت عنده سيارات سياح من جنسيات مختلفة، لا للتبضع ولكن في الغالب الأعم لطلب معلومات حول الطريق. ويبدو أن كل ما استفاده سعيد من ذلك أنه تعلم بضع كلمات من بعض اللغات التي يتحدثها أولئك السياح، وخاصة الإنجليزية. لم يكن في مسيمر من يستطيع أن يجادل سعيد في كلمات إنجليزية أو إسبانية أو فرنسية، فهو وحده الملم بما يسمح بالتواصل مع أولئك الغرباء. أحيانا يشتري منه أحدهم سكرا أو قنينة زيت صغيرة ثم يشكره وينطلق. الذي عند دكان سعيد الآن أنزل من ظهره حقيبته وأسندها إلى ساقيه الطويلين.
كان مربوطا إليها وقد لف بعناية سجاد وشيء آخر من ثوب أخضر غامق. يشرح له سعيد شيئا ما، قد يكون سأله عن الطريق، كذلك كان تخمين الفتاتين. ولكن سعيد فاجأهما بأن نادى على كبراهما واسمها سلوى. توقفتا معا، ولكن الصغرى واسمها حياة ظلت مكانها تحرس الغنيمات. لما صارت سلوى بمحاذاته سألها إن كان والدها في البيت، وقد استغربت أن يسألها بيد أنها لم تعد إلى المنزل منذ أن غادرته مع شقيقتها في الصباح. ودون أن ينتظر منها جوابا، ولعله تكهن بأنها لا تعلم إن كان في البيت أم لا، قال لها أن تبلغ والدها بأن شخصا ينتظره عند الدكان. حركت رأسها موافقة وانطلقت تجري لتلحق بشقيقتها. أسرعت إلى الدار، كانت والدتهما أول من التقتا. بادرت سلوى إلى إبلاغ أمها بما قاله لها البقال سعيد. نظرت إليها بما يشي بقلق انتابها، لعلها تتساءل عمن يكن هذا الذي يسأل عن حم زوجها. ثم ازدادت حيرتها لما قالت لها سلوى إنها تظن أن الذي يسأل عنه هو ذاك الغريب الذي رأته هي وشقيقتها يقبل على القرية راجلا ومتاعه على ظهره. لم تعقب ودلفت إلى الداخل. مضت الفتاتان إلى الزريبة تدخلان خرفانهما، رأتا والدهما يحمل جلابته على كتفه، تعلمان أنه لا يفعل إلا حين يكون مستعجلا الذهاب إلى موعد يعده هاما. ثم سريعا التحقتا بأمهما علهما تجدان عندها ما يجيب عن السؤال الذي يحيرهما، من يكن ذاك الغريب، ولما طلب البقال سعيد منهما أن يبلغ والدهما بأن شخصا ينتظره عند الدكان. ولكن أمهما لم تفض بأي شيء وقالت إنها لا تعرف شيئا. انهمكن ثلاثتهن في إعداد وجبة العشاء، وقد أيقن بأنهن ستعرفن الأمر الذي دعي فيه حمو إلى دكان سعيد حين سيعود إلى البيت. فيما مضى كان الحانوت يلعب دورا محوريا في حياة قرية مسيمر، فقد كان مكانا يلتقي عنده أهل القرية، وكان صاحب الدكان مستودعا لأسرار كثيرة قد لا يعرفها كثيرون. ولذلك كان الرجل يحظى بتوقير واحترام من السكان الذين لم يكن في النهاية سوى واحد منهم. وصل حمو إلى الحانوت، ألقى بالتحية وهو ينظر إلى سعيد، نظر نظرة خاطفة إلى ذلك الغريب الذي كان واقفا قرب الدكان وقد وضع أمامه حقيبة الظهر. ابتسم البقال وقال له إن الرجل، وأشار إليه، يسأل عنك. نظر جهته، عاد يسأل سعيد، من هذا؟ نعم، ألا تعرفه؟ لا، لم أره قط. كان الغريب يصغي إلى ما يدور بين حمو والبقال، ولما رأى حيرة حمو اقترب منه وقال بلكنة بينة، صحيح أنك لم ترني من قبل، وإذا صحيح أنك لا تعرفني. ابتسم ابتسامة لم تمح ملامح اللغز الذي وجد حم نفسه في مواجهته. اقترب الرجل أكثر وسأله، أليس لك عم اسمه المدني كان يعيش في فرنسا؟ لم يستطع حم الإجابة على ذلك السؤال الذي يبدو في ظاهره بريئا. يعرف جيدا أن لا أحد في القرية ممن هم من أبناء جيله يعلم بقصة المدني، فكيف لهذا الغريب أن يسأله عن عمه ذاك الذي طواه النسيان؟ بدا له منذ الوهلة الأولى أن الأمر غريب جدا. توجه إلى الغريب بسؤال، وأنت هل تعرفني؟ سمعتهم يتحدثون عنك، ألست حمو؟ نعم أنا هو. وجهه لا يعني له شيئا، أنا دانيال، هو اسمي في الأوراق، ولكن والدي المدني كان يناديني عبد الله، إذن ناديني عبد الله. نعم، ولكن حمو لم يكن مقتنعا تماما بما يقوله هذا الغريب الذي يدعي أنه ابن عمه المدني. ثم إنه يتوجس منه، صحيح أن التقاليد تملي عليه أن يضيفه، ولكنه يتردد. كان سعيد يتابع باهتمام غير خاف ما يدور بين الرجلين، وقد سعى حمو إلى أن يعرف ما الذي جاء بذلك الغريب إلى تلك القرية النائية، ولكنه يعي جيداً
أن ذلك لن يتأتى له وهما يقفان عند حانوت سعيد، قرر أن يستضيفه، وحتى يكون لديه شهود على ما سيقال دعا أيضا سعيد وفقيه مسجد القرية، ذبح خروفا وخبزت زوجته لاستقبال الضيوف. بحضور سعيد وفقيه الدوار سأله عن أحواله وأحوال عائلته، علم منه أن والده توفي منذ فترة طويلة وأنه لم يخلف غيره من زوجته الفرنسية غوز. قال الرجل إنه جاء إلى مسيمر ليتعرف عليه، وإنه لم يأتي باحثا عن إرث أو ما شابه ذلك، ولأنه لا يفقه العربية فقد جاءه بورقة كان والده يقول إنها وديعة لشقيقه، ثم أخرج من حقيبة ظهره ورقة لفت بعناية، ما أن تسلمها حمو حتى فتحها، كانت وثيقة عدلية لم يرغب في قراءتها في الحين. جاء بالعشاء ثم انصرف الفقيه والبقال. أمضى عبد الله 3 أيام ضيفا عند ابن عمه، وبعد أن سافر عرض حمو تلك الوثيقة على العدول في سوق أسبوعي، كانت وثيقة تنازل عمه المدني عن كل نصيبه فيما ورثاه الشقيقان عن والدهما لفائدة شقيقه المدني. في مدينة وادلا والشاطئية شمال المغرب يتعرف الناس فيما بينهم، وحين يحل فصل الصيف يتدفق عليها المصطافون من جهات مختلفة من البلاد بل ومن الخارج. على مدى ما لا يقل عن 3 أشهر تعيش المدينة على إيقاعات ليست لها ولكنها تدع لها مكانا، وتكثر الوجوه الغريبة، وفي الزحام تختفي الوجوه التي ألفها الناس، وتختنق الأزقة بالسيارات مختلفة الماركات والألوان والأحجام. من أرصفة المطاعم يتصاعد دخان يحمل رائحة السردين واللحوم، وفي المساءات التي تكون بنكهة خاصة على الكورنيش حيث تصخب الأزقة منبهات السيارات وإيقاعات كأقوى ما قد تتحمله الأذن، وشبان وشابات يمنحون أنفسهم فسحة من الحرية تمتد حتى حدود الفجر، أصوات ورقص. وفي بيوت لا تدب فيها الحياة سوى في أشهر الصيف المعدودة السمر ألوان وأشكال كما السمار. بعيدا عن الكورنيش تكاد الحياة تحتفظ بوتيرتها الاعتيادية، هناك حيث الدور تكترى بأثمنة أقل من سومة الكراء في الكورنيش يتكدس مصطافون من غير أصحاب المال والغنى، أولئك الذين يشترون الخضر وما يحتاجون إليه من خبز من الأماكن نفسها التي يتسوق منها البسطاء من سكان وادلو. العم أحمد واحد من أولئك البسطاء، هو الآن في 74 حسب ما هو مدون في وثائق هويته، أمضى منها 40 سنة مستخدما في الجماعة، أحيل على المعاش قبل 14 سنة ويتقاضى معاشا لا يكفي لإعالة أسرته. مشكلة العم أحمد العاشير حتى تعلم اسمه الكامل أنه 3 سنوات قبل أن يحال على المعاش توفيت زوجته لأزيد من 26 عاما طامو. صحيح أنها كانت امرأة عاقرا وسقيمة منذ سنوات عدة، ولكنه ربما لم يضع في حسابه يوما أنها ستموت وأنه سيضطر إلى الزواج من أخرى. كثيرا ما أسر لبعض من مجايليه بأنه لم يكن يرغب في الزواج، وأنه ما فعل إلا إرضاء لشقيقته أم هانئ التي منحته المأوى في بيتها الذي لا يبعد كثيرا عن مسجد علي الغماري. كان العم أحمد يشغل غرفتين بنيتا في سطح الطابق الثاني. في الطابق الأول كان يسكن أستاذ للغة الفرنسية في إحدى الثانويات، بينما احتفظت أم هاني التي تقيم في بلجيكا لنفسها بالطابق الأول. ولأنها لم تكن تأتي إلى وادلاو كل عام، فإن كثيرين من الجيران يظنون أن المنزل منزل العم أحمد. بعد أقل من 6 أشهر من وفاة طامو زوجته الأولى، تزوج أحمد العاشير من بكر تصغره بأزيد من 35 عاما، وقد عاب عليه ذلك كثيرون، ولكنه لم يكترث لما قيل. بدا له أن اختيار شقيقته الوحيدة أم هاني كان اختيارا موفقا، ولعله ظن أن الذين قالوا ما قالوه
إنما كان دافعهم حسد أو غيرة. كانت زوجته الشابة رشيدة البنت الوحيدة لوالدتها التي ترملت بعد ولادتها، واضطرتها ظروفها إلى القدوم من قريتها إلى وادلاو كل أسبوع لبيع بعض من المنتوجات الفلاحية كالبيض والدجاج البلدي أو الخضروات والفواكه الموسمية كالتين. كان العم أحمد بحكم عمله في الجماعة يعرف المرأة، وقد رأتها أخته ذات مرة وكانت معها ابنتها الخجولة رشيدة. قد تكون طرحت معها فكرة تزويج شقيقها من تلك الفتاة على سبيل المزاح، ولكن المرأة فيما بدا كانت عازمة على تزويج رشيدة لأول من يطرق بابها. تلك تفاصيل لم يعرها الرجل اهتماما يذكر بعد أن رأى الفتاة، ثم تم الزواج. أقامت هي في قريتها هناك في الجبل حفلا، واكتفى هو باستدعاء بعض الطلبة لأمسية تليت فيها الأذكار والقرآن، واختتمت بعد وجبة العشاء بدعاء له بالرفاء والبنين. رزق أحمد العشير من زوجته ولدين وبنتين. كانت حياة جديدة له، هو الذي لم يكن يظن أنه سيخلف من سيحمل اسمه. في السنوات الثلاث الأولى من زواجه كان يستطيع وإن بصعوبة أن يتدبر أحوال الأسرة براتبه الشهري. يعلم أنه يستطيع ذلك لأنه لا يدفع لشقيقته شيئا لقاء سكنه في سطح منزلها، ولكن الحياة صارت في نظره أشبه بالمستحيل لما أحيل على المعاش وأصاب أجره الشهري ضمور لم يكن يتوقعه. هو في الستين الآن، وأكبر أولاده في الثالثة. كانت شقيقته تبعث إليه من فترة إلى أخرى ببعض المساعدات، منها ملابس للأطفال، وحين المناسبات الدينية كالأعياد أو مطلع شهر رمضان تبعث إليه بعض المساعدات النقدية. صار يلمس صعوبة الحياة، متطلبات الأطفال تزداد كل يوم. فكر في البحث عن عمل يوفر له دخلا إضافيا، ولكنه لم يهتدي إلى عمل يناسب سنه وقدراته. لم يتعلم حرفة. السنوات الأربعون التي أمضاها في الجماعة أمضاها بوابا. قال ذات مرة بمرارة إنه كان يظن لما حصل على تلك الوظيفة أنه نال ما لم ينله عديدون من أقرانه، وكان ذاك ما جعله يتكاسل ويتقاعس عن البحث عن حرفة توفر له دخلا. كان بعض ممن يعملون في الجماعة ومنهم من كان أرفع درجة منه يزاولون التجارة إلى جانب وظيفتهم. لم يفعل شيئا. صار العم أحمد حين يمل المكوث في تلك الغرفة فوق سطح منزل شقيقته ينزل إلى الشارع. في مدخل الزنقة حيث يسكن يجلس إلى عبد القادر الإسكافي. كان قرويا حديث عهد بوادلاو يستعمل في إصلاح الأحذية عجلات السيارات المتلاشية. كان يثير الانتباه وإعجابا لا يخفى وهو يستخلص منها شرائح كما يستخلص الجزار شرائح اللحم. كان يفعل وهو لا يكف عن الكلام. يجد العم أحمد في ذاك الرجل الثرثار مصدرا لأخبار وادلاو وأهلها ممن يعرفهم، كما يجد عنده أخبار القرى المجاورة. يستمع إليه بتلذذ. حين يعود إلى أهله هناك في سطح منزل شقيقته يلمس من جديد واقعه الحزين. تكون رشيدة في انتظاره وقد أعياها الأطفال بما يحدثونه من ضجيج. عليها أن تبدع كل يوم حلا لإعداد وجبات لا تكلف الكثير، وكانت أحيانا حين يبلغ التعب لديها مداه تصرخ في وجه العم أحمد يتحملها، يقول لنفسه إنها لم تكن تستطيع أن تفعل ذات زمن. لعل عجزه عن توفير كل احتياجات أسرته ما يدفعه إلى التنازل عن أشياء كثيرة. توالت متشابهة الشهور والسنون. رأى أطفاله يكبرون، هو الآن في 74. فكر متأخرا في محاولة العمل مع الصيادين يجر معهم الشباك لقاء نصيب مما يتم اصطياده. ذات صباح خريفي ارتدى جلبابه الصوفي وحذاء متينا كانت قد أهدته إليه شقيقته، ثم انطلق إلى الشاطئ يبحث عن الرئيس بوحمادة. كان من الصيادين القدامى، لم يلتقه منذ سنوات.
دله أحدهم على مكانه، كان منهمكا في إعداد الشباك، وقف بجانبه فلم ينتبه إليه، ناداه باسمه فرفع بصره، الأقدامون فقط يعرفون اسمه الحقيقي الوافي. نظر إليه مليا، ولما تذكره قام وعانقه، ثم أفضى إليه بما يريده. يعلم الوافي بوحمادة أن أحمد العشير لم يتعاطى الصيد في حياته، ولكنه لن ينسى أنه لما كان يعمل في الجماعة كان كثيرا ما أسدى إليه خدمات، وحتى لا يرده خائبا قال له إنه سيوكل إليه مهمة غير جر الشباك. لم يفصح عن تلك المهمة، واكتفى بالقول إنه يرحب به ليكون واحدا من فريقه. كان يعلم أن الرجل وهو الآن في 74 لن يقدر على ركوب البحر ولا على جر الشباك، وقد قرر أن يجعله مراقبا لمن يشارك في كل عملية، غايته ألا يشعره بأنه يتصدق عليه. في اليوم التالي كان على العم أحمد أن ينهض باكرا وأن يقصد إلى الشاطئ بعد صلاة الفجر. توضأ ومضى إلى مسجد علي الغماري. كان الجو باردا. يومها استحضر السنوات 40 التي أمضاها مستخدما بالجماعة. بعد أن قضيت الصلاة مضى إلى الشاطئ. كان الصيادون يصلون تباعا، ثم جاء الرئيس بوحمادة. بعد أن وزع المهام على رجاله أسر إليه بأن مهمته أن يراقب كل متهاون في العمل وأن يبلغه بالأمر، ثم انطلق القارب بعد أن دفعه الرجال إلى الماء وهم يطلبون العون من الله ويصلون على النبي. رأى العم أحمد القارب يبتعد ثم يختفي وراء الضباب. مضى إلى كوخ للرئيس بوحمادة وجلس هناك ينتظر. بعد منتصف النهار عاد الرئيس ومعه الرجال الذين أبحروا معه. أعدوا براد شاي وأشعل أحدهم نارا وجيء بخبز بارد لتسخينه. على رف داخل الكوخ قنينة ماء معدني ملئت زيت زيتون. طلب الرئيس من العم أن يأتي بها. قال وهو يضحك: سوف تعتاد على الفطور الثاني، نحن لا نتناول وجبة الغذاء إلا عصرا. قام الرجال يقودهم بوحمادة والتحق بهم آخرون وشرع في جر الحبال. دامت العملية أكثر من ساعة. كان العم أحمد يتابع وهو يطوف بهم. لما أخرجت الشبكة لم يجرؤ أحد على فتحها. كانوا جميعهم ينتظرون الرئيس. كان صيدا وفيرا. التفت بوحمادة إلى صاحبه القديم وقال له: يبدو أنك فأل خير. ثم أفرغ ما في الشبكة في صناديق من خشب، وأعطي كل من شارك في جر الشبكة نصيبا من السمك، وحصل العم أحمد على سمكتين كبيرتين. يومها عاد إلى المنزل سعيدا. لم يحدث له ذلك منذ مدة يحسبها دهرا. يومها قال لرشيدة زوجته الشابة إنه يحس وكأنه بعث من جديد. نظرت إليه ببعض من تعجب ولم تتكلم. بعد 6 أشهر نام العم أحمد ولم يستيقظ. حمل معه حلمه بحياة جديدة لن يذكره أحد. كان واحدا من بسطاء ودلو. في حي الحرية بالمحمدية على مدى 20 عاما ظل الغازي عمريسي وجها مألوفا له بعض من الهيبة، فقد كان الرجل الذي انتشرت على شعر رأسه 2 شعرات بيضاء يعتني بهندامه بشكل ملحوظ. في الغالب من الأوقات مهما تبدلت الفصول وتعاقبت كان يرتدي بذلة بلون أزرق داكن وقميصا أبيض حينا وأزرق فاتح أحيانا أخرى. لديه 2 ربطات عنق يحرص على أن تغطي له أيام الأسبوع. حين يضع على عينيه نظاراته السوداء فإن تقاسيم وجهه التي لا تخلو من حدة تزيد إلى تلك الهيبة التي له هيبة أخرى. المنحرفون من الشبان واليافعون يحسبونه من رجال الأمن، ولعل ما قوى لديهم ذاك الاعتقاد أن الغازي لم يكن منفتحا بالكامل على محيطه المباشر. في الزنقة التي يسكنها لا يزيد على الإلقاء بالتحية حين يصادف أحد الجيران أو جماعة منهم في طريقه. كان لديه اعتقاد لا يتزحزح بأنهم كلما مر بهم
اغتابوهما أن يبتعد، ولعله كان يحس ببعض من متعة ولذة وهو يبقي على ذاك الغموض الذي يعتري شخصه في نظرهم. صديقه الوحيد في حي الحرية رجل كان مثله يعمل في ميناء الدار البيضاء، كان مثله عون خدمة في إدارة الميناء. في الصباح الباكر يغادر منزله، يمضي إلى الشارع الرئيس وينتظر سيارة نقل موظفي إدارات الميناء، وكان خلو السيارة من كل كتابة تدل على تبعيتها مما يرضي الغازي، ففي ذلك ما يبقي على هيبته تلك. كانت زوجته الهوارية تسايره، ولم تكن تخوض فيما يخص عمله، ولقد أحست مرات كثيرة بمحاولات من جاراتها النبش في سيرة زوجها. كانت تعمل في مقاولة للخياطة عملت بها سنوات زادت على العشر، ولما تعرف عليها الغازي في أواسط السبعينيات كانت قد تخطت الأربعين. يحكى أنها كانت تكبره بسنوات خمس على الأقل. لم يرزق الولد بعد حمل وحيد انتهى بإجهاض. ثم ذات صباح لن ينساه، بينما كان في المكان الذي وجه للعمل فيه في ميناء الدار البيضاء، جاء من يطلب منه التوجه إلى مصلحة موظفين، لم يخبر بالموضوع. وهو في الطريق إلى هناك ظن أنها ترقية حصل عليها. طرق باب مكتب رئيسة المصلحة، تلك التي ينادونها مدام زكية، امرأة رشيقة متوسطة الطول تزيد من أناقتها نظارتاها الطبيتان ذواتا الإطار البني الغامق. من وراء الباب جاء صوتها يقول أن ادخل. فتح الباب ببطء ينم عن ذاك الخليط من الخوف والاحترام الذي يحرص على إبدائه لرؤسائه. هناك يعدهم جميعا رؤساءه. وقف أمام مكتبها، كانت منهمكة في تصفح وثائق تتأملها واحدة واحدة قبل توقيعها. حبس الرجل أنفاسه وصار ببذلته الزرقاء الداكنة يبدو كالصنم. رن أحد الهاتفين الموضوعين على مكتبها، أجابت ثم واصلت المكالمة بالفرنسية لم يفهم منها الكثير. ولما انتهت وأعادت السماعة إلى مكانها نظرت إليه، ابتسم بتردد، عيناه تنطقان بترقبه ما يظنه مفاجأة سارة. أنزلت النظارتين من عينيها ووضعتهما على المكتب، استلت ملفا من بين ملفات سيعلم أنه ملفه هو، حيث سطر كل ما قام به منذ أن التحق بإدارة الميناء قبل 20 عاما. يعلم أن تلك الملفات تحتوي على أشياء كثيرة هي نظريا في حكم الأسرار. قالت له اجلس. لعلها المرة الأولى في مساره المهني ذاك يطلب منه الجلوس. امتثل وجلس على كرسي بجوار المكتب الخشبي. عادت تنظر إليه. قالت له مبروك. لم يجد لديه من تفسير لمباركتها تلك إلا أنه قد رقي بما يعنيه ذلك من زيادة في الأجر. شكرها بعبارات نصفها لم تسمعه جيدا. أبلغته أنه سيحال على المعاش بداية من مستهل العام. لم يستوعب ما قالته رئيسة مصلحة الموظفين، وقد اعتقد أنها أخطأت في الشخص، ولذلك بادرها بأنه لم يبلغ بعد سن التقاعد. ابتسمت، وحتى تبدد كل ما لديه من شكوك سألته: ألست الغازي؟ نعم سيدتي. ألست الغازي عمريسي؟ نعم سيدتي. إذن ليس هناك أي خطأ في الوثائق التي في ملفك، فإنك ستكمل 60 في نهاية العام، وبداية من فاتح يناير المقبل ستحال على المعاش. اختلطت بداخله مشاعر متناقضة، ود لو يبكي، ود لو يستطيع الصراخ. كانت المدام زكية تنظر إليه بصمت، قد تكون قرأت في عينيه كل ما يريد أن يكتمه خوفا ربما أو احتراما لرئيسة مصلحة الموظفين. ثم استأنفت المرأة كلامها وقد أعادت النظارات إلى عينيها، كانت تقرأ في مطبوع تضعه بجانب ملفه، سردت عليه الوثائق التي ينبغي أن يقدمها ليستفيد من المعاش. شكرها ثم انصرف، كان لونه ممتقعا يعتقد أنها النهاية.
وقد حدث نفسه وهو يعود إلى المكان الذي يعمل به بأنه لن يستطيع العيش خارج الميناء وخارج إدارة الميناء وبعيدا عن تلك المجاملات التي دأب أن يكيلها للذين يعدهم جميعا رؤساءه. ثم كيف له أن يحافظ على تلك الهيبة التي يحيط بها نفسه وتجعل الآخرين يقفون عند حدود رسمها لهم بنظراته وسكوته وكتمانه أشياء كثيرة عن حقيقة شخصيته؟ حاول أن يقنع نفسه أن الإدارة وقعت في خطأ، ولعله نسي أن تاريخ الازدياد المكتوب في ملفه إنما أخذ من شهادة الميلاد التي تقدم بها إلى الإدارة يوم تم تشغيله قبل 20 عاما. ذاك المساء، ولن تنساه زوجته الهوارية، جاء إلى المنزل منهارا. دخل وألقى بالتحية بصوت خفيض، كان عليها أن تتريث قبل أن تلاحقه بأسئلتها. انتظرت ما يقرب من نصف ساعة مضت خلالها لإعداد الشاي، ثم جاءته تسأله عن سبب الاستياء الذي ارتسم على وجهه. نزلت من عينيه دمعتان، لم تره يبكي قط. قال لها إنه سيحال على المعاش بداية السنة المقبلة، وقد فوجئت هي الأخرى بذلك، وكانت تحسب أنه لن يحال على التقاعد سوى بعد نحو 10 أعوام. قالت كما قال هو قبلها إنها تظن أن في الأمر خطأ ما. صمت مطولا، تفادت أن تسأله من جديد، ثم رأته يقوم من مكانه ويمضي إلى غرفة النوم، تعلم أنه يودع خزانة الملابس الكثير من الوثائق التي تخصه، وكان منها كناش الحالة المدنية. جاء به وجلس حيث كان، فتح الكناش وراح يتأمل الصفحة التي تعلوها صورته التي اخترقها ختم دائري بمداد ينزع إلى البنفسجي. بعد الاسم العائلي والشخصي واسم الأب واسم الأم، تاريخ الميلاد، العام 32900. نحن في العام 91. هو وفق ما هو مدون في الكناش سيتم 60 في الفاتح من يناير من العام 92. نظر إلى زوجته التي جاءت لتجلس بجواره وقال: أظنه خطأ. في الغد سأل زملاء له عن السبيل إلى تغيير تاريخ الميلاد، وقد جاءت ردودهم تتحدث عن ضرورة إحالة الملف على القضاء. بالنسبة إليه تلك حلقة مفرغة ربما طال الدوران فيها. استسلم وصار يحاول أن يعد نفسه لحياته الجديدة، حيث لا مواعيد عمل ولا ربطات عنق ولا بذلات زرقاء داكنة اللون. في 2 يناير من العام 92 ظل الغازي في داره، يعلم أن الآخرين في أمكنتهم هناك في الميناء. ثم توالت الأيام، وكان يرى وهو يعود إلى سكنه في أوقات لا صلة لها بأوقات عودته في السابق. ثم شاع في الحي أن الغازي الرجل الغامض قد أحيل على التقاعد. مرت الأيام الأولى ثم صار يشعر بالملل، قرر أن يخرج إلى الشارع. صديقه الوحيد في الحي وكان متقاعدا منذ عدة أعوام أصيب بمرض أقعده الفراش، عاده مرتين أو ثلاثا. بعدها لم يكن يجد من يبادله الحديث، صار يرى في الحي يجوب منفردا الأزقة والشوارع. انقضت أشهر 6 على تقاعده لما لاحظت امرأته أنه بدأت تظهر عليه علامات الخرف، ثم صارت تخشى أن يتيها عن منزله، جعلته يلزم داره. ذات صباح من يونيو من العام 92 تمكن من التسلل من بيته في غفلة من زوجته، خرج هائما. لما افتقدته لم تجده في غرفته، واكتشفت أن الباب فتح. يومها لم يظهر له أثر ولا عثر عليه في الأسابيع التي تلت، وتم تعميم إشعار البحث عنه. بعد 2 شهر اكتشف في الحي المحمدي في الدار البيضاء، تعرف إليه أحدهم رأى صورته التي عممت، سأله عن الوجهة التي يريد إليها، أجاب أنه يريد إلى ميناء الدار البيضاء وأنه يعمل هناك. لما أعيد إلى زوجته اضطرت إلى حبسه في غرفته تغلقها بالمفتاح، لم يتحمل القفص. بعد 3 أشهر
اكتشفته ذات صباح جثة هامدة. في العام 85-900 ودع عبد الله بقشور ولده الأكبر عبد الإله في محطة القطار بفاس. لم يكن يخامره أدنى شك في أن ولده البالغ من العمر 22 عاما مسافر مع رفقة آمنة. كانوا 6 شبان من حي المبروك، وكانت وجهتهم ليبيا. كان الرجل الذي يعمل سائق شاحنة لدى إحدى شركات النقل قد أعطى ابنه عبد الإله قدرا من المال ادخره لمواجهة كل طارئ. كان مبلغا يكفي لتغطية تكاليف الرحلة حتى ليبيا. وكان عبد الإله قد اشتغل في بعض مطاعم فاس لبضع سنين منذ أن انقطع عن الدراسة وهو في 14، وقد تمكن من تعلم فنون من الطبخ، وعول على البحث عن عمل في فندق أو في مطعم في ليبيا. فقد علم كما علم رفاقه من أبناء الحي أن هذا القطاع يطلب اليد العاملة ذات التجربة والخبرة في ميادين منها الفندقة والمطاعم. وكان والده مطمئنا إلى أنه سيوفق فيما هو ساع إليه، وأن ما أنفقه عليه ليقوم برحلته تلك لن يضيع. انطلق القطار بينما غادر الأب المحطة وقد ابتلت عيناه بدمع ظل يقاومه حين كان عبد الإله يقف بجواره. على مدى 2 لم يأتي عائلة بقشور خبر عن ولدها عبد الإله، وكان ما يطمئنها أن عائلات الشبان الآخرين الذين سافروا معه لم تتوصل بخبر عن أبنائها. كان الجميع في انتظار رسالة يأتي بها ساعي البريد، وقد حدث بعد 3 أسابيع. كتب عبد الإله عن سفره بالقطار من فاس إلى وجدة ومنها عبر الجزائر وصولا إلى ليبيا. كان الأكثر إثارة في تلك الرسالة وصفه للصدمة التي انتابته هو وأصدقاؤه لما وصلوا المنفذ الحدودي الليبي. كان الانتظار وعمليات التفتيش، وكان أكثر ما يسأل عنه الوافدون العملة الصعبة التي معهم مع تركيز خاص على الدولار الأمريكي. ثم ينتقل الشاب في رسالته التي قرأت أكثر من مرة في البيت إلى الحديث عن وصولهم إلى طرابلس. استوقفته الشعارات التي تملأ الجدران واللافتات وكل مكان، وصور العقيد القذافي مختلفة الأحجام. لم يكن يعي شيئا من دلالات تلك الشعارات، ولكن كثرتها لفتت انتباهه. كان مع أحد 6 الذين سافروا من فاس عنوان قريب لهم يقيم في طرابلس، وقد عولوا على أن يجدوه مهما كلفهم ذلك. واكتشفوا أنه يتقاسم غرفة في حوش بأطراف طرابلس مع 2، أحدهما سوداني والآخر مغربي من طنجة. رحب بهم 3 وقاموا نحوهم بواجب الضيافة في حدود ما كان متاحا لهم. في الرسالة التي تلت ووصلت إلى عائلته بعد أن كان قد انقضى 2 على سفره ذاك، كان أكثر ما لفت الانتباه حديثه عن المعجنات باعتبارها الأطعمة الأكثر استهلاكا. ثم توالت الرسائل وإن بفترات متباعدة، وعلم عبد الله بقشور أن ولده عبد الإله صار يعمل في مقاولة للصباغة. قال في واحدة من رسائله تلك إن صاحب المقاولة كان ينقل عماله على متن سيارة نفعية متهالكة يدخلهم المباني التي أوكل إليه صباغتها ويغلق الأبواب ويمضي. كانوا يقضون اليوم هناك، كثيرا ما أمضوا يومهم جائعين وعطشا. كان الشاب يخفف عن نفسه بالقول إنه يطمح إلى الحصول على عمل في أحد المطاعم أو الفنادق. بعد 3 أشهر انتقل عبد الإله بقشور إلى العمل في مطعم في وسط طرابلس، وتمكن من الحصول على سكن تقاسمه مع 2 من رفقة سفره من فاس كانا يعملان في مقاولة للبناء. بعد ذلك لم تتوصل عائلة بقشور بأي رسالة أخرى من ابنها. وبعد 4 أشهر علمت من خلال رسائل بعث بها أصدقاؤه إلى عائلاتهم أنه اعتقل. لم يكن في تلك الرسائل ذكر لسبب اعتقاله. وقد حسب عبد الله بقشور والده أن الأمر قد يكون ذا صلة بأوراق الإقامة، ولو أنه موقن أن عبد الله أبلغه في إحدى رسائله
أنه تمكن من تسوية وضعيته بعد أن تعاقد مع ذلك المطعم في قلب طرابلس، وكانت في رسائله الماضية إشارات وتلميح إلى ما كان يقوم به رجال تلك التي يسمونها اللجان الشعبية من تجاوزات وبشكل خاص في حق المهاجرين. انتظر عبد الله لبعض الوقت آملا أن تأتيه رسالة من ولده، كان يقول إنه وإن كان رهن الاعتقال يحق له أن يبعث برسائل إلى عائلته، ولكن انتظاره ذاك طال وسار القلق في أحشاء كل أفراد العائلة. ثم ذات صباح جاء يطرق بابه شقيق أحد الشبان الذين سافروا مع ولده، لم يكن في محياه ما يبشر بخير، أبلغه بأن عبد الإله مات. لم يصدق الرجل ما سمعه، ولأن وقع الصدمة كان كبيرا فقد فضل أن لا يدخل إلى البيت خشية أن تكتشف زوجته من ملامحه الألم الذي يعتصره. الذي جاءه بالخبر لم يكن يعلم أكثر من ذلك، ناوله رقما هاتفيا وقال له إنه الرقم الذي بإمكانه أن يحصل من خلاله على مزيد من المعلومات. مضى الرجل إلى مصلحة البريد وطلب الرقم المدون على تلك الورقة التي جاء بها ذلك الشاب. كان عليه أن ينتظر، ثم نودي على الذي طلب رقما بطرابلس. نهض عبد الله من مكانه، أشار الرجل إلى مخدع يحمل الرقم 4، ما أن رفع السماعة حتى جاءه صوت متقطع فهم منه أنه من شرطة طرابلس. كان الصوت يتحدث بسرعة وبلهجة ليبية استعصى عليه فهمها. قال له إنه والد عبد الإله بقشور. جاءه الصوت يطلب الاسم الثلاثي، ولما أبطأ عبد الله في الرد طلب منه أن يذكر له اسم الشخص واسم أبيه ثم الاسم العائلي. آنذاك استدرك عبد الله أنه والد عبد الإله عبد الله بقشور من المغرب. كان عليه أن ينتظر أكثر، ثم عاد الصوت المتقطع يقول إن هذا الشخص مات قبل 3 أسابيع، وإن جثمانه سيرحل إلى المغرب. أراد عبد الله أن يسأل عن الظروف التي توفي فيها ولده، ولكنه لم يتلقى ردا وانقطع الخط. خرج ومر عند موظف البريد وسدد ثمن المكالمة. لا يرغب الرجل في تصديق ذلك الصوت المتقطع الآتي من طرابلس، لا يريد أن يصدق أن ولده عبد الإله مات في عز شبابه. مشى في الشارع على غير هدى، لا يدري كيف ينقل الخبر إلى أم عبد الإله وإخوة عبد الإله. كان أصغرهم يونس ذو 10 سنوات ينتظر عودته ليشتري له دراجة جديدة. وهو عائد إلى البيت قرر السفر إلى ليبيا بحثا عن الحقيقة. ملامح وجهه تشي بشدة ما يعتمل بداخله من حزن وغضب، وحين ألحت عليه زوجته أم عبد الإله أخبرها بأن أخبارا سيئة جاءته من ليبيا، ثم أبلغها بوفاة عبد الإله. لن تنسى عائلة بقشور تلك الفاجعة التي ظلت تخيم عليها بظلالها الحزينة سنين طويلة. سافر عبد الله إلى ليبيا يطلب المساعدة من رفاق عبد الإله، وقد علم منهم أولا أن ولده مات في مخفر الشرطة. منهم علم أيضا أن اعتقاله كان بأمر من عضو في اللجنة الشعبية المحلية بسبب خلاف بسيط. طبيعي أن يقصد الرجل مخفر الشرطة ذاك، حيث كانت الرواية مختلفة. الذي استقبله شرطي في منتصف العمر، قال له بعد أن أخرج من خزانة حديدية تحتل زاوية في ذلك المكتب إن عبد الإله انتحر أثناء وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. لم يذكر له شيئا عن أسباب اعتقاله وتجاهل مطالبته بمعرفة الحقيقة، اكتفى بالقول إن الجثة سترسل إلى المغرب قريبا. في تلك الليلة الأولى التي أمضاها مع أصدقاء ولده في ذلك الحوش المتواري عن وسط طرابلس، قرر أن يقصد مكتب محام يوكله لتمثيله في المتابعات التي ينوي القيام بها. قام باتصالات أخرى ثم عاد إلى المغرب. بعد نحو 3 أشهر أخطر بأن جثمان ولده وصل الدار البيضاء. كان في تابوت مغلق وممنوع فتحه. لم تر أمه ولا إخوته سوى التابوت قبل أن ينقل إلى المقبرة حيث ووري الثرى.
ظل الرجل يراسل محاميه في طرابلس، ولكنه لم يأته بأي خبر يقين. وذات مرة طلب من أحد أصدقاء عبد الإله أن يطلب من ذلك المحامي ملف قضيته. لم يتردد المحامي في الاستجابة. في العام 93 900 توفي عبد الله بقشور، ولم يعلم حقيقة الذي جرى لابنه في مخفر شرطة طرابلس. في الملف الذي توصل به من المحامي نسخ من وثائق تشبه تقرير الطب الشرعي، بها توصيف للكدمات التي كانت في جثة الهالك. تقول أم عبد الإله حين تأتي على ذكر مأساتها: مات عبد الإله في غربته ولم يكترث أحد لمقتله. حين ظهر في شارع مولاي عبد الرحمن قريبا من نقطة الالتقاء بشارع محمد الخامس، بدا الرجل وقد خرج من زمن سحيق. طريقة لباسه وهيئته تحيان بذلك. الحركة دائبة في شارع محمد الخامس في قلب مدينة القنيطرة، ويبدو أن الناس لم يروا الرجل من قبل. يشي بذلك طول نظرهم إليه وعلامات الاستغراب التي ارتسمت على ملامحهم. يرتدي الرجل الذي يقدر طوله بما لا يقل عن 1.80 متر، والذي كان عريض ما بين المنكبين، جلبابا صوفيا به خطوط بيضاء دقيقة. كان لافتا للانتباه أنه يتمنطق بحزام جلدي بدا أنه يستعمل منذ زمن بعيد. كان ذلك يجعل الجلباب يرتفع إلى أسفل ركبتيه. تحت الجلباب سروال لا يبلغ نصف الساق، كان بلون أزرق باهت. يعتمر الرجل طربوشا أخضر من صوف بوسطه نتوء يشبه الخوذات التي كان يعتمرها المحاربون في القرون الوسطى. وحول ذلك الطربوش التفت عمامة الراجح أنها كانت بنية فيما مضى. لحيته المنسدلة إلى مستوى الصدر وشارباه المعقوفان كقرني ثور، مما يضيف الكثير إلى منظره المثير للانتباه. يحمل الرجل الذي وقف لما بلغ ملتقى شارع مولاي عبد الرحمن ومحمد الخامس كيسا من جلد أو ثوب لم يكن لكثرة ما تراكم عليه من وسخ يتيح معرفة المادة التي صنع منها على وجه الدقة. من كتفه الأيمن إلى مستوى كفه تدلت سلسلة ربطت إليها كتلة من حديد بلون الصدأ تبدو جوفاء. حين وقف توقفت العصا الطويلة التي يتوكأ عليها عند مستوى قدمه الأيسر. ينتعل حذاء جلديا قديما زار دكاكين الإسكافيين مرات عديدة. وقف يتأمل صامتا حركة المرور في شارع محمد الخامس، وكأنه ينتظر أحدا. لا تبدو عليه الدهشة وهو يرى تلك السيارات التي تتدفق عبر الشارع في الاتجاهين. ثم بعدما يزيد على نصف ساعة أمضاها هناك تحرك ونزل شارع محمد الخامس. كان يمشي كما كان يمشي المحاربون في القرون الوسطى كما قدمتهم لنا السينما، يتوقف عند واجهات المحال التجارية ويطيل النظر إلى ما هو معروض بها. مر بجواره فتية كانوا نحو 10، استوقفهم منظره ذاك، تحلقوا حوله وهم يحملقون. ثم لما هم بالتحرك تفرقوا وابتعدوا عنه وهم يلتفتون من حين إلى حين وكأنهم يخشون أن يمسك بهم. في صمت يمشي، ثم امتدت يده إلى تلك الكتلة الحديدية التي علقت بسلسلة إلى كتفه. سمع لها صلصلة بما أوحى بأنها تضم كرة من حديد. مر رجلان ملامحهما أوروبية، نظر إليه، اقترب أحدهما منه وسأله إن كان يسمح له بالتقاط صورة. كان يقولها بلغة إنجليزية شك في أن يفهمها الرجل، ولذلك وهو يقولها استعان بالإشارات. لم يرد الرجل بشيء، ولكنه وقف في شموخ وأمسك عصاه بإحكام. اقترب الأجنبي ووقف بجانبه بينما التقط الصورة الذي كان معه. ثم تبادل الأدوار، وما أن التقطت للآخر صورة حتى ابتعدا وهما يكرران عبارات الشكر للرجل الذي لم يظهر على وجهه أي انفعال
ولم يبدي تفاعلا. لما ابتعد الأجنبيان سمع أحدهما يسأل الآخر عما إذا كان ينبغي دفع بعض الدريهمات للرجل. عاود النظر إليه ورد على صاحبه بأنه لم يطلب شيئا، ثم ما لبث أن اختفيا بين المارة. وصل الرجل الذي يبدو خارجا من زمن سحيق طريقه. استوقف انتباهه مقهى كان يغص بالزبناء، ولعله استغرب الجالسين عند طاولات صفت على الرصيف وقد وضعت أمامهم كؤوس ملئت قهوة أو شايا أو قنينات مشروبات تعددت ألوانها. أغلب الجالسين على الرصيف ينفثون دخان سجائرهم وهم يمسحون الشارع بنظراتهم. من الداخل يأتي صوت معلق رياضي بينما اشرأبت الأعناق إلى جهاز تلفاز علق على الجدار، ثم فجأة ارتفعت الأصوات. لعله لم يفهم أن أحد الفريقين سجل هدفا. أسرع الخطى مبتعدا عن المقهى، مر بمقاهي أخرى ولكنه لم يتوقف عندها. كان المارة يلتفتون كلما مر بهم، ثم رأى مركزا تجاريا. توقف قليلا، حقيبته على ظهره وعصاه في يسراه. ركز نظره على مدخل المركز وربما شد اهتمامه المتسوقون الذين يغادرون يحملون بضائع مختلفة. تقدم نحو الباب يريد أن يدخل، قد يكون أراد استكشاف المكان، ولكن ما أن وضع قدمه في المدخل حتى أحاط به ثلاثة من الحراس يرتدون بذلات تتشابه. توقف، قال له أحدهم إنه لا يمكن له الدخول. لم يرد عليه وإنما اكتفى بالنظر إليه مطولا، ولعل الحراس ظنوا أنه لم يفهم ما قيل له أو أنه أصم. أمسك به اثنان من ساعديه وصار يدفعانه بعيدا. سايرهم ولما أبعدوه ببضعة أمتار ظل واقفا مكانه. رأى الحراس الثلاثة يمشون ببعض خيلاء إلى مدخل المركز التجاري، وقفوا خلف الباب الزجاجي. ظل يراقبهم لعدة دقائق. هم أيضا كانوا يلقون من حين إلى آخر بنظرة إلى جهته، ثم ولم ينتظر أن يختفي الحراس عاود محاولة الدخول إلى المركز التجاري. في تلك المرة لم ينتظروا بلوغه الباب الزجاجي، التقطوه قبل أن يصل إليه. وعكس المرة الأولى اقتادوه إلى باب جانبي. هي لحظات سريعة مرت لما وجد نفسه داخل غرفة بها نافذة وحيدة مستطيلة بابها حديدي صبغ بالأزرق. كانت هناك فترة انتظار لعلها امتدت نحو من نصف ساعة، وحتى يعبر عن احتجاجه فإنه أمسك بالسلسلة التي تتدلى من كتفه الأيمن وراح يحرك الكتلة الحديدية التي لونها لون الصدأ. كانت تحدث جلجلة مزعجة بلغت أصداؤها مدخل المركز التجاري. ثم انفتح الباب وظهر حارسان لم يكن أي منهما من بين الثلاثة الذين اقتادوه إلى تلك الغرفة. خطى أحدهما خطوة نحوه ثم وقف إذ رآه يمسك بعصاه. قال له إنه على استعداد لإخلاء سبيله إن هو وعده بأن لا يحاول ثانية الدخول إلى المركز التجاري. نظر إليه ولم يعقب، ثم ركز نظره على الأرض. جاءه صوت حارس الأمن وهو يسأله إن كان قد سمع ما قاله. رفع بصره إليه ولم يقل شيئا. في تلك اللحظة التفت الحارس إلى زميله وخاطبه بفرنسية تقريبية قائلا إن عليه ربما أن يلجأ إلى القوة ليعالج الموضوع. ما أن سمع الرجل ذلك حتى عاود الإمساك بالسلسلة وصار يحرك بقوة الكرة الحديدية محدثا صلصلة حادة وعنيفة لم يقوى الحارس على سماعها. صم أذنيه ولم يزل كفيه عنهما إلا لما رأى ذا اللحية المنسدلة إلى الصدر وقد توقف عن تحريك السلسلة. تنحنح الرجل وبصوت به بحة لا تخفى وبفرنسية ليس بها لكن خاطبه قائلا: بدءا لا أفهم لما تم حبسي في هذه الغرفة، بل لما تم منعي مرتين من الدخول إلى المركز التجاري لشراء ما أحتاج إليه.
كان الحارس يصغي إليه بذهول بينما واصل: إذا كانت هيئتي لا تروقكم فذاك شأنكم، أما أن تمنعوني بدون سبب ظاهر ومقنع من ولوج المركز التجاري فإنني أعتبر ذلك اعتداء علي وعلى حريتي. لم يرد أي من الحارسين على كلامه، بل أسرع في إغلاق الباب. سمع المفتاح يدار في القفل، ثم خطواتهما تبتعد. ولأنه قرر الاحتجاج بطريقته، فقد عاد إلى السلسلة يمسك بها ويحرك بقوة الكرة الحديدية. الصوت الذي يأتي منها مزعج للغاية. جاء أحدهم يفتح الباب، توقف عن تحريك الكرة الحديدية، وما أن رأى الوجه الأول الذي أطل حتى بادره: إلى متى ستظلون تحبسونني هنا؟ قالها وهو يقترب إلى الباب. لم يرد عليه الذي فتح، وسرعان ما اكتشف أنه لم يكن وحيدا. قال له إنه يريد أن يقابل مدير المركز التجاري. هم أحدهم بالضحك وهو يدقق النظر في هيئته الغريبة تلك. المدير؟ نعم، وإلا فإن تصرفي معكم سيختلف. التفت إلى رفاقه وهو يقول: إنه يهددنا الآن، علينا أن نطلب الشرطة. أطلب الشرطة علهم يردون عني عدوانكم. اختفت تلك الوجوه وراء الباب الذي أغلق من جديد. بعد ساعة حل بالمركز شرطيان. فتح باب تلك الغرفة التي عادة ما يحتفظ فيها بمن يضبطون وهم يسرقون. في باب المركز كانت متوقفة سيارة للشرطة. جاء بالرجل الذي يمشي كمحاربي القرون الوسطى وأركب السيارة. في مركز الشرطة أدلى بوثائق هويته. لم يكن فاضل المسعود مبحوثا عنه، كان رجلا بلا مشاكل تذكر، ذاك ما نطق به سجله. مع ذلك فإن هيئته مما يدفع إلى التساؤل. كل ما أجاب به أنه بعد أن مل حياة الرخاء التي عاشها قرر أن ينهج طريق التقشف وأن يبدو مختلفا عن الآخرين. من أقواله علم أنه أمضى ما يزيد على 45 عاما من عمره في فرنسا، وأنه عمل في مجالات مختلفة قبل أن ينخرط في التجارة. لم يتزوج، وفي لحظة فارقة من عمره وقد بلغ 65 باع كل ما كان يملكه من محلات تجارية وقرر العودة، وقرر أن يتخذ لنفسه هيئة تشبه هيئة الأقدمين كما صورتهم السينما. ما لم يفض به لأحد أنه كان مدمنا على الحشيش. بعد أن أخلي سبيله كانت المحطة الطرقية آخر عهده بالقنيطرة، اختفى منها فجأة كما ظهر بها فجأة. عشاء ذلك اليوم، وكان يوما ماطرا، سمع عبد الله الرعد من يطرق الباب الخارجي لسكنه المتواضع في ولاد عبو. لحظتها كان يستعد ليأوي إلى فراشه، بينما كانت زوجته الدريسية تجمع ما بقي من طعام على مائدة عشائهما. في الخارج من مخبئه ملأ كلب الحراسة بنباحه المكان. لم يقل عبد الله شيئا، واكتفى بالنظر إلى زوجته وفي عينيه تساؤل عمن يكون الطارق. وهو يرتدي جلبابه البلاستيكي ذا اللون الأخضر الداكن سمع الطرق من جديد. الباب الخارجي على بعد 50 مترا. فتح باب سكنه وهو يقول بصوته الجهوري: من؟ لم يأته جواب، بينما واصل الكلب من مخبئه النباح. مشى عبد الله نحو الباب الحديدي الكبير وهو يكرر: من؟ لما وصل التحق به كلب الحراسة وهو ينبح، نهره فابتعد. من خلف الباب يأتي صوت خافت خاله حديثا بين رجلين. في الباب الحديدي الكبير يفتح باب صغير من دفة واحدة. فتحه فوقع بصره على شخصين يرتديان مثله جلبابين بلاستيكيين، سرعان ما اكتشف أن أحدهما المقدم. اقترب منه وصافحه، بينما بقي الآخر مكانه، ذاك الذي لم يعرفه. قال المقدم بنبرة فيها كثير من صرامة أضيفت إلى خشونة الخطاب التي تسم حديث أهل القرى في الغالب الأعم: لقد جاءتك رسالة من الإدارة، بحثت عنك في السوق ولم أجدك.
ثم أخرج من جيب معطفه ظرفا أصفر وسلمه إياه. من أين جاءت هذه الرسالة وماذا فيها؟ اكتفى المقدم بتكرار ما قاله منذ قليل: إنها رسالة من الإدارة، عليك أن تذهب إلى سطات، هناك سيشرحون لك. ألقى المقدم بكلماته تلك وأردفها تحية وداع وأدار ظهره لعبد الله وانصرف برفقة الذي معه. دخل عبد الله بيته يحمل الرسالة، رافقه كلبه وهو يبصبص بذنبه. كانت إدريسية زوجته تنتظر خلف الباب. دخل وضع الرسالة على الطاولة التي رفعت منها أواني العشاء، تخلص من جلبابه البلاستيكي. في نظراتها أسئلة كثيرة، لم يتركها تنتظر، وأفضى لها بأن المقدم جاء بتلك الرسالة وإنه فيما يبدو سيكون عليه التنقل إلى سطات. صمت قليلا ثم أضاف وكأنه يحدث نفسه: لست أدري لما لم يشرح لي ما في تلك الرسالة. جلس بينما ظلت إدريسية واقفة، بدت له وكأنها تفكر في الأمر باهتمام لا يقل عن اهتمامه هو. عاد ليمسك الظرف الأصفر، على جهة خطت كتابة لا يفقهها، وعلى الجانب الآخر ختم دائري بمداد أزرق. لم يهتدي عبد الله وهو يفكر في الأمر إلى ما قد يفيده، ولا زوجته توصلت إلى ما يساعد على فك لغز تلك الرسالة التي أصر المقدم على إبلاغها في تلك الليلة الماطرة. استنتج عبد الله أن ذلك يعني أن عليه أن يذهب إلى سطات في أقرب الأجال. لم يقل شيئا لزوجته ودخل إلى غرفة النوم، وما لبثة لحقت به ثم أطفئت الأنوار. يعيش عبد الله وزوجته وحيدين في بيتهما ذاك. بنتاهما تزوجتا واستقرت إحداهما بمراكش، بينما سكنت أخرى خريبكا. لم يرزق الذكور، ولذلك يتملك إدريسية قلق لا يفارقها، تخشى المرأة أن يموت زوجها ويأتي أشقاؤه يطالبون بنصيب لهم في الإرث. تعلم أن زوجها لا يملك سوى سكنه الذي يعيش فيه وهكتارين من الأراضي يحرثها ليوفر ما ينفقه على الأسرة. يعلم عبد الله انشغال زوجته بذلك الموضوع، وكثيرا ما نبهها عبثا إلى أن الأعمار بيد الله، وإنه لا ينبغي لها أن تنشغل بأمور ليس بمستطاعها أن تقرر فيها. استيقظ عبد الله فجرا، تناول فطوره وعزم على التوجه إلى صديق له يعرف القراءة والكتابة ليشرح له ما في تلك الرسالة التي جاءه بها المقدم مساء. صديقه ذاك واسمه السحمد بن عبد القادر درس في الكتاب وختم القرآن 3 مرات، ثم إنه تعاطى التجارة ورثها عن والده وترشح للانتخابات، وكان عبد الله الرعدة من أكثر الناس حماسا في حملاته الانتخابية. وكلما سرى حديث عن الانتخابات وعن أعضاء مجلس الجماعة كان صاحبنا يقول إنه من ساعد السحمد في الفوز بمقعده ولولايتين اثنتين. كثيرون مثله يقولون إنهم من مكنوا السحمد من الفوز بمقعده في الجماعة، ولذلك كلما هم بطلب خدمة من صديقه استحضر الانتخابات والحملة وكل ما يجري فيها. في الغالب تكون الخدمات التي يطلبها عبد الله بسيطة، ومنها قراءة الرسائل. للمناسبات الخاصة يرتدي عبد الله جلابته البيضاء المقلمة بالأسود والبني الفاتح، ويعتمر الطربوش الأبيض الذي حصل عليه هدية من الحاج المعطي، وكذلك فعل. ولأن اليوم كان ماطرا فإنه ارتدى فوق جلابته القشيبة الجلابة البلاستيكية التي تقيه البلل. في الطريق إلى محل السحمد بن عبد القادر لمح عبد الله لمقدم، لوح له بيده دون أن يتوقف. رأى أناسا آخرين ليس بينه وبينهم ود، تجاهلهم وواصل طريقه. عند باب محل السحمد لاحظ وجود 5 أو 6 أشخاص، سريعا أدرك أنهم هم أيضا ينتظرون الرجل. ولأنه لم يكن يرغب في أن يطلع أيا كان على الغرض الذي جاء من أجله، قرر أن يذهب إلى مقهى مجاور حيث طلب شايا. من مقعده كان يظهر له محل السحمد، رأى الذين كانوا ينتظرونه يدخلون تباعا، وحين أيقن أنهم انصرفوا
وكانت الساعة تقترب من العاشرة توقف المطر، فتجرد عبد الله الرعدة من جلبابه البلاستيكي، طواه فصار على شكل مربع وتأبطه ثم دلف إليه. مظهره يوحي الآن بأنه من الأعيان. وقف بالباب وألقى بالسلام. كان السحمد منهمكا في قراءة ورقة في ملف على مكتبه. أطل بعينيه من فوق إطار نظارتيه المستطيلتين، ثم ألقى بكلمة تفضل، وعاد ينظر في الورقة التي كان يقرأ فيها. جلس عبد الله في كرسي ملاصق لمكتب السحمد، خفض بصره، رأى حذاءه الأسود الذي علت جوانب منه قطع من الوحل. صار يحرص على أن يكون تنفسه بمقدار، وقد ظل على ذلك الحال لما يقرب من نصف ساعة. ثم لمح يدي السحمد تطويان الملف الذي كان على مكتبه. رفع بصره فرآه يزيل عن عينيه النظارتين المستطيلتين. نظر إليه وقال له: كيف أنت عبد الله؟ بخير الحمد لله. لم يطل تبادل المجاملات، وقد لاحظ عبد الله أن الرجل الذي يحسبه صديقه لم يعد بتواضعه الذي كان أيام الحملة الانتخابية. لم يدع له متسعا للمضي أبعد في تأمله لذلك التبدل الذي طرأ على الرجل. قل لي. قبل أن يكمل كلامه ناوله عبد الله الرسالة، أمسكها ووضع نظارتيه على أنفه. سمعه يقول كلاما لم يفهمه وهو يقلب الظرف الأصفر، ثم أمسك بأداة حادة كانت على مكتبه وفتح الرسالة. أخرج ورقة، رأى عبد الله أنها لا تحمل كتابات كثيرة، وأن في أسفل الصفحة المكتوبة خاتم يشبه ذاك الذي كان على أحد وجهي الظرف. طوى السحمد الورقة وأعادها إلى الظرف. قال وهو يضع نظارتيه: هذا استدعاء من المحكمة في سطات، عليك أن تكون هناك يوم الثلاثاء المقبل في 9 صباحا. ولكنني أريد أن أعرف لماذا. وكأنه لم يقرأها من قبل، أخرج السحمد الورقة من جديد وفتحها وعاود قراءتها. تنحنح ثم قال: أظن أن أحدهم ينازعك ملكية الأرض. خيم على الدكان صمت لفترة، ثم استأنف السحمد بنبرة لا توحي بأنه استوعب جيدا ما في تلك الرسالة. في كل الأحوال ستعلم تفاصيل الموضوع حين تتقدم إلى المحكمة. قام عبد الله من مكانه ودع السحمد الذي كان قد انهمك في البحث بين أوراق ملف جديد. وهو في الطريق إلى منزله مضى بتفكيره في اتجاهات شتى، يتساءل عن هذا الذي ينازعه أرضه التي ورثها عن أبيه. لم يخبره السحمد الذي ينادونه بالمرشح رغم فوزه في الانتخابات، لم يقل له اسم الذي ينازعه. الموضوع يهيمن على كل تفكيره، يخبط في الوحل. لما دخل منزله انزوى إلى ركن في عمق الغرفة لا يناله الضوء القادم من النافذة. أسرعت إليه الدريسية زوجته تسأله، تردد في البوح لها بما يحمله في صدره، ثم قال لها: إن الرسالة استدعاء من المحكمة للحضور إلى سطات. أفهمها بأن شخصا ما لا يعرفه يريد أن يسيطر على الأرض، ثم قال لها إنه يحس بحمى تكتسح جسده. تمدد على فراش في الأرض وجاءته ببطانيتين، بدا لها وقد أخفى. ثم سمعت طرقا بالباب الخارجي تلاه نباح الكلب. ذهبت لترى من الطارق. من؟ قالت: أنا المقدم. اتخذت لثاما لها من جزء من غطاء الرأس وفتحت الباب. هل عبد الله موجود؟ نعم، ولكنه يعاني من الحمى. صمت المقدم قليلا ثم سألها إن كان بإمكانها أن توقظه. لم يتركها تسأل لماذا، أضاف أنه جاء يستعيد الرسالة التي سلمه إياها بالأمس. تلك الاستدعاء القادمة من المحكمة؟ نعم، لقد سلمتها إليه على سبيل الخطأ، ليست موجهة إليه. أنهى كلامه على ابتسامة عريضة. أقفلت الباب وأسرعت إلى عبد الله، حركته وهي تناديه. فتح عينيه فبدتا محمرتين، نظر إليها في غير ما تركيز. قالت له إن المقدم
جاء ليستعيد الرسالة لست المعني بها. قفز من مكانه، حمل الرسالة وجاء بها إلى المقدم، سلمه إياها دون أن يسأله. قال له إن الاستدعاء موجه إلى شخص آخر اسمه عبد الله. ابتسم المقدم من جديد ومضى. يومها لم يغادر عبد الله الرعد بيته. ما كان يحيره أن كل الذين قرأوا الرسالة ومنهم المرشح لم يهتدوا إلى المرسلة إليه. حتى بلغ 17 من عمره لم يكن عبد الواحد بن الضاوي قد غادر بني مالك حيث توجد قريته إلا ما كان من زيارات إلى دواوير في محيط بني مالك لحضور أعراس أو تردده على الأسواق الأسبوعية القريبة. ذاك هو عالمه الذي كان يعيش في انسجام تام معه. هو واحد من كل سكان بن مالك. حكت له والدته مرة أنها سافرت به وهو في عامه الأول إلى سوق الأربعاء لزيارة خالته التي كانت تسكن هناك قبل أن تنتقل للعيش رفقة زوجها وأبنائها في فرنسا. يعرف أبناء خالته كلهم وكان يغبطهم على نمط عيشهم، ذاك الذي يراه حين كانوا يحلون ضيوفا عليهم في سكنهم المتواضع في بني مالك. كانوا يبدون له أغنياء بينما كان والده هو مزارعا بسيطا يجهد نفسه لتوفير ما يطعم به أفراد أسرته وما يملك من ماشية. منذ طفولته تلك صار عبد الواحد يحلم بأن يكون غنيا وأن يخرج أبويه وإخوته من دائرة الفاقة، وقد كان يضع عنوانا لحلمه ذاك أن يتمكن ذات يوم يتمناه قريبا من شراء سيارة تثير إعجاب الجميع في الدوار وأن لا تقل فخامة عن السيارات التي كان يأتي بها السعيد الابن الأكبر لخالته. في العام 97 900 وألف كان عبد الواحد قد بلغ عامه 17 وقد انقطع عن الدراسة منذ زمن يراه بعيدا. انقطع عن الدراسة لما كان في مستوى السنة الثالثة من التعليم الابتدائي. منذ ذاك الحين إلى الآن نسي الكثير مما تعلمه. في ذلك العام قرر الرحيل عن بني مالك وقد أخبر والدته وطلب منها أن تبلغ والده بنيته الرحيل والتوجه إلى طنجة بحثا عن عمل يوفر له دخلا. المبرر الذي قدمه لا يمكن رفضه، إنه يريد العمل لمساعدة العائلة. وقد وعد أباه ذات مساء بعد أن أبلغ بالأمر بشراء جرار لحرث الأرض التي آلت إليه من آبائه، كان حلما جميلا. وكذلك رحل عبد الواحد إلى طنجة رفقة عبد العزيز بوغالب بن الدوار الذي يكبره بخمس سنين والذي يعمل في طنجة في شركة للبناء، وقد وعده بأن يتوسط له لدى رؤسائه لتشغيله هو الآخر. من بني مالك إلى طنجة اكتشف عبد الواحد قرى ومدنا لم يكن يعلم بوجودها، وقد كان عبد العزيز يحرص على ذكر أسماء كل منها كلما مرت بها الحافلة أو توقفت. لما وصل إلى طنجة كان الوقت مغربا، نزل من الحافلة قبل وصولها إلى المحطة الطرقية، حمل حقيبتيهما وأخذ وجهة حي بن ديبان. أرصفة الطرق التي سلكوها مكتظة بالمرة ويحتل الباعة المتجولون مساحات هامة منها، بل إنهم احتلوا جزءا من الطريق الإسفلتي المخصص مبدئيا للسيارات. اشترى عبد العزيز خبزا وتوقف عند بائع دجاج واشترى منه واحدة طلب منه أن يذبحها. التفت إلى عبد الواحد وقال له إنك ضيفي. كان في كلامه ما يوحي بأن الدجاجة التي نحرها التاجر قبل ثواني ستكون في صحن عشائهما. لما رآه يلقي بالتحية إلى من يصادفهم وهما يلجان أحد الدروب الضيقة أدرك أنهما اقتربا من المنزل. لم يكن الشاب متعودا على كل ذلك الصخب الذي تحدثه منبهات السيارات والدراجات النارية وأصوات الباعة المتجولين وهم ينادون ببضاعتهم بأصوات مبحوحة. ثم توقف عند باب مفتوح، دعاه للدخول وسبقه متسلقا سلما ضيقا. سريعا وصل إلى الطابق الأول،
قال له وهو يولج المفتاح في القفل: أنا أسكن هنا منذ عامين. انفتح الباب محدثا صوتا يسمع من بعيد. مضى عبد العزيز بيده يتلمس زر الإنارة، وقد وجده سريعا. كشف الضوء ما كانت تخفيه ظلمة المكان. هي غرفة واحدة، في جانب منها سرير عليه غطاء صوفي ذو بياض غير ناصع. بجوار السرير على الأرضية التي وشمتها بقع زيت، موقد نار غازي صغير، وصينية من الألومنيوم، وبراد شاي وكأسان. في ركن من الغرفة حصيرة ملفوفة، وعلى حبل بعرض الغرفة بطانيتان ووسادة بالية. نظر إليه وهو يقول: هذا هو بيتي، إذا احتجت إلى المرحاض فإنه في الخارج. المطبخ أيضا مشترك مع سكان الغرفة المجاورة. ومع أنه ظل صامتا، إلا أن ملامحه كانت تحكي عن استغرابه. اكتشف عبد الواحد أن دار عائلته هناك في بن مالك أفضل بكثير من هذا السكن، ولكنه ما لبث أن استحضر الغاية من وجود عبد العزيز في هذه المدينة وسبب التحاقه به. هو العمل من أجل جمع بعض المال ومساعدة عائلته للخروج من الفاقة. كما توقع ذلك، كانت الدجاجة التي اشتراها عبد العزيز في صحن عشائهما. صبح اليوم التالي باكرا استيقظ عبد العزيز وأيقظ ضيفه عبد الواحد. سريعا أعد براد شاي وكسر 4 بيضات صب عليها من قنينة بها زيت زيتون. تناول وجبة الفطور ثم انطلق. كانت المرة الأولى التي سيذهب فيها عبد الواحد إلى ورش بناء في المدينة. كثيرون هم من أبناء الدوار الذين عملوا في أوراش للبناء في مدن شتى. يذكر حكاياتهم الغريبة تلك التي كانوا يحكونها لأبناء الدوار ممن لم يعرفوا المدينة قط. هي فرصته إن وافق رئيس عبد العزيز على تشغيله ليتثبت مما كانوا يحكونه. غادر السكن وعبر زنقة طويلة ضيقة قبل أن يبلغ الساحة حيث موقف سيارات الأجرة. حسب عبد الواحد أنهما سيركبان واحدة من تلك السيارات، ولكن عبد العزيز قال له إنه لا يركب سيارة الأجرة إلا حين يخشى التأخر عن العمل. لم يتوقف عند سيارات الأجرة الكبيرة تلك. كان الورش الذي يعمل فيه عبد العزيز لا يبعد عن وسط المدينة. عند الباب وقف رجل يمسك بيده دفترا وقلما. لاحظ عبد الواحد أن العمال يتوقفون عنده تباعا، يدلون بمعلومات يقيدها في دفتره قبل أن يسمح لهم بالدخول. وقد فعل مع عبد العزيز مثل ما فعل مع آخرين، ثم انتبه إلى وجود عبد الواحد. قبل أن يسأله مال عبد العزيز على أذنه وهمس له بأن الشاب من عائلته وبأنه يريد العمل في الورش. لعدة ثوان ظل يدقق النظر إليه، بعد ذلك فقط سأله إن كان يوجد شيئا من حرف البناء. رد عبد العزيز نيابة عنه بأنه يستطيع أن يفعل ما يطلب منه. دون اسمه في الكناش ثم قال لعبد العزيز: دعه يشتغل معك اليوم، بعد ذلك سنرى. كذلك كانت بداية عبد الواحد في ورش البناء الذي عده محطة أولى ينطلق منها لتحقيق أحلامه. اشتغل هناك 6 أشهر كان يسكن خلالها مع عبد العزيز، يتقاسمان كلفة كراء تلك الغرفة في حي بن ديبان. خلال تلك الفترة تمكن عبد الواحد من التعرف على بعض الشبان من سكان الحي، وكانت أحاديثهم تدور في الغالب حول أشخاص استطاعوا بحبهم المغامرة الخروج من دائرة الفاقة وصاروا من الأثرياء، كانوا وفق ما يحكى عنهم من تجار المخدرات. لم يكن عبد الواحد يدري أن الذين كانوا لا يفتؤون يرددون تلك الحكايات هم أنفسهم من مستهلكي الحشيش، ومنهم من كان من المروجين. ثم ذات مساء بينما هو في المقهى الذي صار الآن معتادا على التردد عليه، عرض عليه أحدهم ويلقبونه البرق أنه سيعمل على جعله واحدا من رجاله. يومها عرض عليه كويرة من الحشيش، قال له إنه إن باعها فسيحصل على مبلغ مالي محترم. لم يترك له مجالا للسؤال
ووجهه لترويج المخدر في ورشة البناء حيث يعمل. غلب تردده وتسلم الكويرة التي تزن أكثر من 50 جراما. في الصباح توجه إلى عمله رفقة عبد العزيز، ثم ضحى جاء من يقول إن عبد الواحد يبيع الحشيش للعمال. بعد أقل من ربع ساعة فوجئ عبد الواحد برئيس فريقه يمسك به، وقبل أن ينتصف اليوم كان يسلم للشرطة. وهو يقاد إلى السجن رأى عبد الواحد كل الأحلام التي بنى تنهار. بعد 6 أشهر أخلي سبيله، عاد إلى بني مالك كما غادرها. لم يكن شعيب وجها غريبا عن دوار دباغ، فيه ولد وفيه أمضى كل سن عمره التي تجاوزت 60، أمضى كل تلك السنوات في البيت الذي رأى فيه النور كما إخوته 3، كان أصغرهم وإليه آل البيت بعد أن توفي والداهم وبعد أن توفي شقيقاه بوغالب والفاطمي قبل ما يزيد على 10 أعوام. كذلك صار شعيب يسكن وحيدا في ذلك البيت المتكون من طابق أرضي به 4 غرف ومطبخ وفناء واسع. لم يتزوج أي من الإخوة 3 لأسباب لم يعلم حقيقتها أحد، ونسجت حول ذلك حكايات كثيرة. لم تكن تلك العائلة في يوم من الأيام مصدر مشاكل لأي كان، كل أعضائها عاشوا مسالمين إلى أن وافاهم الأجل المحتوم ورحلوا في صمت، وسريعا طواهم النسيان. لم يكن شعيب الذي يبدو منحني الظهر كثير الحديث إلى الجيران، وإنما هي التحية يلقي بها بصوت لا يكاد يسمع، ثم يواصل سيره إلى باب منزله أو إلى وجهته. في الواقع لم تكن للرجل وجهات كثيرة. كان كل يوم بعد أن يتناول فطوره يقفل باب المنزل ويمضي إلى السويقة، حيث يلازم بائع منتوجات جلدية يساعده ويقوم مقامه إن غاب. كان يحصل منه لقاء تلك الخدمات على أجرة لا يعلم أحد قيمتها، وكانت في الظاهر على الأقل مصدر عيشه. ليس في حياة الرجل إذن ما يستوقف الاهتمام، ولكنه صار محط اهتمام خاص من أطراف رأت في البيت الذي آل إليه بعد أن توفي شقيقاه غنيمة يسيل لها لعابهم. وكذلك ظهر فجأة رجل يدعي أنه ابن عم شعيب، وأن والده تهام العياط كان الشقيق الأصغر لأحمد العياط والد شعيب. كان الرجل ربما لإثبات معرفته بشؤون تلك العائلة يضيف في كل مرة والد شعيب وبوغالب والفاطمي. وقد كاد أمر هذا الذي ظهر فجأة في دروب دوار دباغ يمر دون أن يثير اهتماما يذكر، لولا أن شعيب تبرأ منها وقال له مرة على مرأى ومسمع من أناس كانوا يغادرون المسجد القريب بعد صلاة العشاء إنه لا يعرفه. أغلق شعيب الباب في وجهه. ظل الرجل الذي يدعي قرابة معه واقفا وهو يتكلف إبداء تعجبه مما قام به ذاك الذي يزعم أنه ابن عمه. وكان وقوفه عند باب شعيب بعد أن تبرأ منها مثيرا للفضول. سأله أحد تلك المجموعة التي كانت تمر من هناك عن سبب خلافه مع شعيب، ولعل الرجل الذي يقول إنه علال ابن التهام العياط ما كان ينتظر إلا أن يسأل عن ذلك، وكانت تلك فرصته ليعرض على مسامعهم قصته مع ابن عمه الذي لا يعرفه. لا أحد من تلك المجموعة يقدر على تكذيبه، قليلون هم الذين يعرفون خبايا عائلة العياط. قال الرجل إنه جاء من قلعة سرغنة، وإنه علم بوجود أقاربه في الرباط من والده الذي توفي قبل 1.5 عام. من خلف الباب كان شعيب يستمع إلى كل ما كان يقوله، ثم اقترب ذاك الغريب عن الحي من الباب وطرقه، ولكن شعيب لم يرد وظل مكانه واقفا. ثم تفرقت الجماعة التي استوقفها أمر الغريب، ولم يجد بدا من الانصراف هو الآخر. كان يمشي بجانبه رجلان من كبار السن كان في من سمعوا حكايته لا يفتأ يحوقل. بعد 2 يوم استوقف أحدهم شعيب بينما كان عائدا من السويقة، كان من الجيران القدامى. سأله عن قصته مع ذلك الغريب الذي قال إنه جاء من قلعة سرغنة وإنه ابن عمه. أنكر شعيب وقد تسارعت أنفاسه
كل معرفة له بذلك الرجل، كما أنكر أن يكون له علم بشقيق لوالده يعيش في قلعة سرغنة. لم يمض الحديث أبعد من ذلك. في النهاية، ما الفائدة بالنسبة لعموم الجيران أن يثبت أو لا يثبت صدق ما يدعيه الرجل؟ وحتى إن ثبت ما يزعمه، فإن عائلات كثيرة انقطعت صلات بعضها ببعض بسبب بعد المسافات أو بسبب خلافات قديمة. وإذن فإن حالة عائلة العياط إن ثبتت لم تكن استثناء. في أحسن الأحوال ستؤثث القصة لفترة مجالس بعض السمار، وسيلوك تفاصيلها الفضوليون والذين يبحثون عن كل ما هو مثير للاستغراب أو العجب. شهد الرجل مرتين أو ثلاثا بعد تلك الواقعة، وكان في آخرها مع رجلين آخرين. كان شعيب محافظا على وتيرة حياته اليومية، ولم يغير السبيل التي يسلكها وهو ذاهب إلى السويقة أو في طريق العودة إلى المنزل، بل إنه يرتدي الملابس ذاتها، يحرص على أن تبقى نظيفة قدر المستطاع. منذ سنين يرتدي أيام الجمعة الجلباب نفسه، وكان جلبابا أبيض من صوف. المرة الأخيرة التي جاء فيها ذاك الغريب الذي يقول إنه علال ابن عم شعيب إلى باب هذا الأخير تعود إلى 6 أشهر. نحن الآن في أواخر صيف العام 88-900. طرق الرجل الباب عدة مرات كما فعل في المرات السابقة، ولما لم يأته رد جلس في عتبة الباب ينتظره، حسب أنه خرج لأمور تهمه. الذين مروا من هناك لاحظوا وجوده. لما اقترب وقت المغرب اختفى، لعله لا يعلم تحديدا الأوقات التي يعود فيها شعيب إلى سكنه ذاك، بل إنه قد لا يكون يعلم أنه يعمل مساعدا لبائع منتوجات جلدية في السويقة. بعد المغرب صادف أحد الجيران شعيب في طريق عودته. كان في يده كيس من البلاستيك به حليب وخبز وأشياء أخرى لم تكن ظاهرة، وفاجأه بأن الرجل الذي يدعي أنه ابن عمه ظل ينتظره لوقت غير قصير وهو مقتعد عتبة الدار. أخذ شعيب نفسا عميقا وقال إنه يريد أن يستحوذ زورا على هذا المنزل. أنا موقن أنه لا يقرب إلي لأنني لا أعلم لأبي شقيقا اسمه تهامي. وبنبرة تنم عن ألم عميق أضاف في تلك المرة النادرة التي يطيل فيها الحديث إلى أحد الجيران أنه واع بأن ذاك الرجل نصاب يريد الاستحواذ على المنزل، لأنه تقصى أخباري لدى أحدهم فعلم أن لا وريث لي. كاد الستيني يجهش بالبكاء، لم يضف شيئا، ودع جاره ذاك ودخل إلى منزله. في تلك الليلة فكر مليا في هذا الأمر الذي لم يكن يريد أن يعيره أكثر مما يستحقه من اهتمام. كان الحاج العياشي تاجر المنتوجات الجلدية الذي يعمل معه الشخص الوحيد الذي يفضي إليه شعيب بأسراره. كان يختار بعناية الوقت الذي يفصح فيه عما يخالجه، عن معاناته خاصة. وكذلك أسر له بقصة ذلك الغريب الذي جاء يزعم قرابة معه. لم يختلف الرجلان حول الهدف الذي يحرك ذاك الغريب عن حي دوار دباغ. كان البيت هو هدفه، وقد حذر الحاج العياش شعيب من أن الرجل قد يعمد إلى تصفيته ليستولي على المنزل. على مدى عدة أيام ناقش الرجلان ذاك الموضوع، وكان في جملة الحلول التي طرحها الحاج العياشي أن يتزوج شعيب امرأة قد تنجب له من يرثه. يومها ضحك شعيب كما لم يضحك من قبل، وتحول النقاش إلى مزاح بين الرجلين. مساء ذلك اليوم هيمن الموضوع على تفكير شعيب. في النهاية يتساءل لما لا يتزوج، إنه موقن أن هناك من تقبل به. ليلتها نام وهو يفكر في الموضوع وقد حلق به خياله بعيدا. في الغد جاء إلى الحاج العياشي وقد بدت أساريره منشرحة كما لم تنشرح من قبل. قال له إنه يوافق على حل الزواج. كان ما يقوله مفاجئا. لم يتمالك الحاج العياشي نفسه فانفجر ضاحكا وانتبه سعال حاد، ثم بعد أن ناوله كوب ماء حاول أن يستعيد جديته المعهودة فيه. قال له إذا كان الأمر كذلك فإنني سأشرع منذ الآن في البحث لك عن عروس. كان العياشي ينظر إليه، ولما سمع رده
دفع طاقيته الصوفية إلى جبينه وهرش بلطف ولكن مرات متكررة مؤخرة رأسه وهو يهم بابتسامة. ثم سأله الحاج العياشي، ولعله لم يكن يتوقع أن يسأله ذاك السؤال، هل لديك ما تدفع به صداق العروس؟ قد يكون الحاج أراد إلى تعجيزه، ولكنه فوجئ به يرد ردا لم يتوقعه، سأجعل المنزل الذي أسكنه صداقا لها. عم الدكان صمت لعدة دقائق، بعدها لم يخض الرجلان في موضوع زواج شعيب. انقضى اليوم وعاد شعيب إلى دوار دباغ يحمل حلمه الجديد. في تلك الليلة أمضى وقتا غير قليل في تنظيم ما لديه من أثاث، ثم آوى إلى فراشه. بعد أسبوعين جاء الحاج العياشي بخبر العثور على امرأة تقبل بالزواج منه، كانت في منتصف العقد الرابع أرملة. استعجل شعيب إتمام الزواج وقد أمهرها المنزل، زفت إليه، وبعد أسبوعين توفي شعيب. جاء الغريب إلى المنزل يزعم حقا في الميراث، ولكنه بهت إذ أبلغته المرأة بأن الراحل أمهرها المنزل.